نسويه عليه بالعكس تسويق، نسوي عليه نبني عليه تتبنى. اذا هو مثلا مشروع تجاري ممكن نتبناه كجمعيه ولا كمحمد بحجي، انا مشروعي العالمي اتبناه. فانتوا هدفكم ان تسحبون الناس، فلذلك كل الجروب مالكم كانه كومبيتيشن. ليش قسمناكم الى جروبات؟ عشان كانه كومبيتيشن بين الجروبات بدايه. بعدين عاد انت بعد تبين تسوي كومبيتيشن بيناتهم، سواء بيشتغلون مع بعض. والله زين اللي بيشتغلون مع بعض، انا اقول لكم صراحه ان الناس مشكلتها ان الفرد يعني في مجتمعاتنا يحب يكون هو، لكن لو طلعت ان مجموعه هي قدرت ان فعلا تشتغل مع بعض وتسوي مشروع والمشروع ياثر عليها وعلى الاخرين، ذاتس جريت. ما اقول لكم صراحه ما اعرف شنو المشروع ولا اعرف شنو بيطلع الشغله، بس كم يسوى يا جماعه ان الانسان هو يشتغل في شيء ما يعرف شنو نهايته. شنو مشكلتنا؟ ان كلنا نشتغل باشياء ما نعرف شنو نهايتها. تفضل دكتور. لا كنت اقول اصعب شيء التيم ورك. اي التيم ورك يطلع في ناس يا ما يقول فكروا، يا في ناس يقول فكروا. صحيح. فانك تسوي تيم هاي اصعب شيء. صحيح. لا ومثل ما قلت لكم احنا في عالم لا يحب العمل بالضبابيه. انتم كلنا تدريبنا كل حياتنا تدربنا على فيري كونستركتيف كابيتاليزم بيست ابروتش. في مدرس، في طالب، في كذا في كذا، لازم انا ادخل انا على الامتحان كل شيء ستراكشر، لازم اعرف شنو انا لو عبيت هاي بس بطلع بهالنتيجه. اوكي. اللي قاعد نشتغل فيه ترى ما يبين شيء، يبين في النهايه. طول الوقت انتم عايشين شنو؟ في تحدي وضبابيه وخايفين شنو بيطلع النتيجه. وكم يسوى ان لما فعلا يطلع النتيجه ان شنو؟ الرائد ولا يكذب اهله. يطلع النتيجه اوه خطيت طريق كذي. اوكي. على فكره في ناس تقول حديث يعني ضعيف، في ناس تقول لا حديث صحيح. المهم انه هو كلام العرب نقدر نقول. الرائد ولا يكذب، ما دام خطيت الطريق معناته انت فتحتي طريق حق اخر. انا بقول لكم ان الحين اليوم بتكلم عليه، شوفوا كاتب شنو اثنيت، ما حس اني شنو من نيت. سمعت المحادثه المقابله اللي وياك. شنو فهمتي نيت؟ هي المرحله اللي يكون فيها الشخص بلا عمل او بلا دراسه او بلا حتى تدريب من نفسه. واللي هو عاده شنو هذه؟ ما يفهم مساراته. وبسبب انه ما في، وخاصه في بلد مثل البحرين فيها تمكين وايد. مو تمكين وايد يعني بشكل عام، صح ولا لا؟ يعني شخص وايد وسائل تمكين. يعني شخص يفوتون في تحديات، مو دائما يخسران عشان يفهمون الشيء. يعني توقع ان عنده هدف وما حصل وظيفه وما عنده واسطه، لو يقعد يبيع بنك. تعرفون بنك انت لا او تعرف؟ ها؟ قديم بنك مال الكويت، لان انا من الكويت. الحبه خضراء يعني صح؟ عبد الزلك. اوكي؟ ف يعني اللي عنده هدف لو شو تسوون؟ شوف احنا سوينا دراسه على 17,000 طالب وطالب في مرحله الثانوي. وبديت انا في اقوى مدرستين، خاوله والنعيم. خاوله للبنات والنعيم للولد. شلون عرفوا هذول الوكلاء الوزاره اللي كانوا معي؟ شلون اقتنعوا انه لازم يصير في برنامج اسمه الملهمين؟ اللي بديت على اساسه انا اقتصاد اليوم صار انتشر في العالم. انا بين لهم واضح الشخص اللي هو متميز ليس بالضروره ملهم. الشخص الملهم لو حطيتي قدامه 1000 معوق وقلت له ترى ما في دورات، ما في معدات، انت من اسره فقيره كذا، قال انا بطلع حالي بطلع حالي، وصل الطريق اللي ابيه. اوكي؟ لانه عارف شو بيوصل له. ومشكلتنا الحين ان احنا في ناس عارفه وايد شو تبي توصل له بعد، يمكن اقول لكم يمكن 20% من الطلبه يمكن او اللي بيحضرون يمكن عارفين شو يبون يسمعون. لكن شنو تدري شنو يوصلون له؟ نفس الكلام اللي قلتوه في البدايه. شنو؟ يبي يوصل الى سبيسيفيك تارجت. اوكي؟ نوت ان ايم، نوت ما في غايه، الغايه اكبر من الوسيله. فصار كان التارجت هو شنو؟ وسيله لازم يصير. التارجت الاكبر اني انا بغير شيء في مجتمعي، بغير شيء في بلدي، بغير شيء في كذا، من خلال انا بصير كذا. اوكي؟ الحين الدكتوره تقول لكم انتم اطباء مجتمع، اطباء مجتمع. زين وبعدين؟ شنو عدد اطباء مجتمع؟ شو بتسوون؟ فوقيات بعد. اوكي؟ قاعد اسمع ترى. زين؟ فشنو وات از نكست؟ اني انا بصير طبيب مش انا اني بسوي كذا كذا. طيب اتوقع جاهزين؟ ان شاء الله؟ عندك تجربه؟ اوكي.
تبون تقسمون الفرق الحين ولا بعدين ولا شلون طريقة تكون؟ اوكي هاي كانت لعبة تسهيل، احنا حين بنتعرف على اللي موجودين. لا الهدف من ايضا لا وش نتعرف عليه مع الاسم، مع الاسم الهدف. زين كل واحد يقول لنا اسمه. بطل المايك اللي قدامكم. ايه بس علي صوتك. نور عبد المحسن. اوكي تدرسين؟ تخصص ادب انجليزي في جامعه البحرين سنه ثالثه. حياك الله نور. شنو هدفك من حضور الورشه او البرنامج المسابقه؟ عشان بناء شخصيتي، يعني اتعرف على الناس اكثر، اخذ من افكارهم واعطي من افكاري، اشتغل مع جروب، اعرف يعني اخذ افكار واعرف شنو ابي انا في شنو المسار اللي راح اختاره واحدد مساره بشكل افضل. صفقه حق نور. اسمي مهدي محمد، درس بالجامعه العربيه المفتوحه وحاليا اشتغل في شركه فيفا كول سنتر. الكول سنتر. اوكي شنو الهدف من حضور الورشه؟ اطور من نفسي واعرف اذا تخرجت شنو اختار وبس. السلام عليكم. ابراهيم محمد راشد، طبيب اخصائي جروح. الهدف من الحضور يعني توسعه المعرفة في مجال يعني تكون مساله العمل، يعني قدره على وصول لشيء باقل التكاليف او اقل الامكانيات او اقل التشانسز اللي هو الدكتور تكلم عنه. شيء ذاتي، شلون اقدر ذاتي اوصل للمتلبي؟ عندي مشروع ذاتي وحاب انه اتطور. السلام عليكم. محمد بن شمس، أدرس في المدرسة بغالي سنة وتخرج، أدرس فيزياء والرياضيات وأتمنى أن أعرف المجالات اللي أقدر أخذها في البحرين وبرا البحرين من هاي الوركشوب. حياك الله. نورة. أركضي. اسمك وليش داشة؟ نورة سالم، داشة البرنامج عشان أتعرف على مسارات أكثر وخيارات في الحياة، ممكن أسوي خطة قدام مستقبلي. وأنت من عضو اللجنة؟ عضوة في لجنة الشباب في جمعية اقتصاد الإلهام، ومتخرجة من جامعة البحرين، تخصص علم الاجتماع فرعي على النفس، وكنت مدرسة، حاليا أشتغل على مشروع. السلام عليكم، اسمي خليجة علي حسن، طالبة بعلم اجتماع في جامعة البحرين فرع علم النفس. طبعا بقول تقريبا سنة واتخرج. بغيت اعرف يعني ما عندي شنو ميولي، فبعرف شنو الميول اللي اقدر يعني اتخرج شنو اقدر شو اشتغل فيه، شنو اقدر ابدع فيه. السلام عليكم. معكم اعضاء في اللجنة، تقولوا اعضاء في اللجنة. عضو في اللجنة الشبابية في جامعة اقتصاد الإلهام. الهدف من حضوري المسابقة هو في جانب في كل شخص، انزين فحبيت انه يعني انا اكتشفه فيني وياي اصدقائي عبد الله وسلمان، جبتهم سحبتهم عشان هم يكتشفون الجانب المظلم من شخصياتهم، وفي النهاية في زيادة حق شو اسمه الوعي الذاتي اللي فيني. اوكي حياك الله. السلام عليكم، معكم اخوكم سلمى محمد، وانا ادرس في جامعة العلوم التطبيقية، صار لي سنتين، وطبعا انا جاي هناك في ذي برنامج عشان اكتشف مهاراتي وقدراتي. فيها شنو تدرس؟ شنو تدرس؟ إدارة أعمال. تمام. السلام عليكم، معكم عبد الله.
عبدالله مجيد، أدرس في الجامعة العربية المفتوحة وتخصصي بزنس، والهدف يعني حصول على الخبرة. أيوة، فضل مريم سابقا. معكم إيمان أحمد، طالب بجامعة البحرين أخر سنة إن شاء الله، تخصص الشريعة. علي، تعالي أودها. فرعي علم الاجتماع، عضو اللجنة الشبابية لجمعية اقتصاد الإلهام، الهدف من مشاركتي في هاي البرنامج بصراحة لأن أنا جاهل بعض الخيارات المتواجدة عندي، والقرارات اللي ممكن أتخذها بتقربني أو بتحسن القرارات اللي أنا ما فيها. ولاء الأمطلاح، عضو في جمعية اقتصاد الإلهام، فرعي جامعة البحرين، تخصصي علم الاجتماع، فرعي علمات. الهدف من اشتراكي في هاي المسابقة إن تجربة جديدة بالنسبة حقي، والمشروع اللي يهدف إلى المسابقة اللي به إن شلون نترك أثر في المجتمع. وأنت بعد عضو في جروب؟ الملهمين. ما شاء الله. أنا مروة صلاح، أدرس هندسة حاسوب في جامعة البحرين آخر سنة. حضرت هاي البرنامج عشان أكتشف جوانب جديدة في شخصيتي، وعلى أساس أحدد مسار التوجه إن شاء الله. إن شاء الله، توفيق. دعاء ناصر، أدرس في جامعة البحرين علم اجتماع الناس، إن شاء الله آخر كورس لي، عضوة في لجنة الشباب في جمعية اقتصاد الإلهام، معلمة في رياضة فور. وشاركت في الورشة عشان أنمي من قدراتي وأعرف شنو مساراتي وخياراتي. إن شاء الله تأثرين في الأطفال بعد. إن شاء الله. مشاركة المرة اللي طافت العام. لا. اسمي عائشة عبد الله الحمدان، متخرجة من جامعة البحرين علم اجتماع فرعي عن النفس، وعضوة في لجنة شبابية في جمعية اقتصاد الإلهام. دخلت الدورة عشان يعني يمكن يعني أعدل من مساراتي أو أطور منهم حتى في روحي. اسمي سمية جنبار، عضوة في لجنة الشبابية في لجنة اقتصاد الإلهام. داشة هاي المسابقة عشان أعرف المسار اللي بتاخذه وأشتغل على هذه المسار وأركز عليه وأوصل حق نتيجة في النهاية. أنا أدرس في جامعة البحرين علم اجتماع فرعي عن النفس. أنا اسمي مريم عيسى، عضوة في اللجنة الشبابية. دشيت المسابقة لأني توني متخرجة واحتاج نفس هالمكان عشان أعرف مرحلة الجديدة شنو بتكون. هاي صديقتي سارة. يلا سلام. أنا سارة يحيى، خريجة هندسة مالية من ماليزيا. طبعا سجلت في المسابقة عشان أعرف ميولي أكثر وأحس إني أحتاج هالفرصة. أشوف يعني صارت صغيرة مثل الماليزيين. طيب. بعد مين ما غطيناه؟ أتوقع الأخ محمد صح؟ محمد؟ يلا حطيه. تعرفنا باسمك والهدف من حضورك، يعني اسمك وتخصصك والهدف من حضورك الورشة. مريم. اسمي مريم الكويتي، خريجة علم اجتماع النفس من جامعة البحرين. ودي أكون شخصية عصامية، أبتدي من الصفر. وجيت سجلت في هاي الدورة لأن ذيك الدورة فاتتني العام، كنت ماخذة صيفي، وكان يعني مزامن وقت الامتحانات مع وقت الدورة. وإن شاء الله أطمح يعني أن أكون جزء من إن شاء الله. هاي أنا أحب العصامين، أنا عصامي مثل أستاذ. جزاك الله خير. وحين أعرفكم بواحدة من الشابات في اللجنة الشبابية.
استاذنا محمد. عضو مجلس الإدارة في جمعية اقتصاد الهام، ومسؤولة عن الجمعية الشبابية أو رئيسة الجمعية الشبابية. أستاذة بدرية غنية على التعريف، أتوكلت وزارة التنمية الاجتماعية ومن مؤسسين تخصص علم الاجتماع في البحرين، يعني كقسم في وزارة الشؤون الاجتماعية أنا درست. متحيزين حق تخصصها. إنزين ما عرفت بروحك دكتور. أخوكم حمد الحجي، طبعا أنا سعيد أكون معاقب يا ورشة، بتكون إن شاء الله مدة 5 أيام ورشة مدينة برنامج بعدين مسابقة، أتمنى تستمروا إن شاء الله معنا لين المسابقة. الهدف الحمد لله إحنا نكتشف نفسنا معاكم. كل ورشة إحنا نسويها جماعة اللي فاقد الشيء اللي يعطيه، لأن إنسان ما عنده نية إنه هو فعلا يأثر في الآخرين ويأثر في نفسه أيضا، هو كنات إنسان شنو فعلا ما يقدر يوصل الرسالة. إحنا أيضا هدفنا إن نتعلم منكم، مو بس إحنا نعلمكم شيء نعلمكم شيء، وأيضا مثل ما كنت أقول حق العيادات اللي معانا عندهم 5 عيادات اللي تكون معانا إن شاء الله في الورشة الشباب ورشة شبابية، إن الهدف الأكبر إن إحنا نكتشف من خلالكم شو نقدر نسوي حق المجتمع، خاصة إن هذه البرنامج هو أول مرة يوضع على مستوى العالم هاي كلمة. أنا الحين أكتب وايد أنا ورقات علمية فيما يسمى نيت. نيت هو باختصار اللغة الإنجليزية اللي هو not an education، not an education، not an not an employment، not an education، not an training. يعني هو ليس هو في حقل التعليم، ما قاعد يحاول يكمل دراسته وما قاعد يكمل دراسته وما قاعد الحين ما يشتغل ايضا، يعني ما عنده شغله واضحه، اوكي متقلب بين شغلاته، وهو ايضا في نفس الوقت شنو ما قاعد يحصل اي نوع من التدريب او التمكين اللي يخليه يكتشف نفسه ويكتشف مساراته. هاي قضيه كبيره في العالم اليوم، لان خلاص صار في العالم معروف ان في شنو ظاهره البطاله، صح؟ بعد زيد ما تندس البطاله، لذلك حتى الفقر قاعد يتغير نوعه. اوكي؟ يعني قاعد يتحول العالم من الفقر المدقع الى الفقر الحين النسبي. صح؟ على المجتمع. تعرفون شنو الفقر النسبي؟ صح؟ ما يحتاج اسوي امتحان لك مريم. ها؟ شنو الفقر النسبي يعني؟ الفقر النسبي اللي هو يعني مقارنة شنو؟ انا مقارنة بالاخرين، يعني وايد من الشباب اليوم هو فعلا يعيش على ما يسمى اقل من $2. في الاخير بحسب ان هو دخله الحقيقي هو يعيش على اقل من $2، $2 واتفق العالم اليوم، كان قبل يتكلم على اقل من $1.5 هو فقير، اليوم اقل من $2 هذا بشكل عام في العالم كله، طبعا في البحرين اقل من $5 انت فقير. البحرين يعني حسب البحرين انت اقل من $5 في اليوم تعتبر فقير، ما تقدر تحصل حتى وجبه تاكلها. فلاحظوا ان وايد من الشباب اليوم نكلمكم بغض النظر عن مستوى عوائلهم اغنياء وفقراء ولا ذي، انه هو شباب فعلا ما عارف شيء، ما عارف فهو في حاله حتى لو دخل العمل راح تشوفوا الحالات اللي عرفوها هني، حتى دخل العمل لكن هو مرتاح، يحس انه هو في عنده شيء افضل بس مو قادر يغير عمل عشان لا زعم انه هاي رزقي خلاص. اوكي والشباب اليوم بالذات ما راح يقبل هذا الشيء، ما راح يعيش في مدام سايكولوجي، ما كنت اعرف انتم سايكولوجي بعد طلع حسب انتم علم اجتماع، بس مدام سايكولوجي نحن قاعد نعالج فنية ظاهرتين الكوارتر لايف يسمونها، يعني حالة ربع العمر اللي يمر فيها، وفي حالة نصف العمر، في حالة يسمونها ربع العمر، يعني مثل محمد أو غيره اللي يدخلون في عمر 20، العمر 18-20 أو كذي يسمونها ربع العمر، هاي حالة صعبة وراح نتكلم عليها بعدين شوية، وحالة يسمونها امبوستر سيندروم. شنو امبوستر سيندروم؟ يعني شخص حالة نصف ربع العمر انه هو يبتدي شنو يحس انه ما يدري ايش يبي ليش موجود، وهي الحاله تؤدي لناس كثير انهم ينتحرون بسم الله عليكم، او يصير على نوع من القلق او الاضطرابات الكبيره اللي ممكن ياخذ حتى معاها انواع من التراكس، انواع من المخدرات بدون ما يحس. اوكي بما في مخدر اللي هو شنو؟ واتساب، هاي نوع من انواع المخدرات. ها احنا عندنا 4 هرمونات دائما نتكلم فيهم، ذكرون تكلمنا عليه مثل مره،
نسميهم اكسو الاندورفين الدوبامين اوكي وبعدين سيتوسين عندك سيتوسين هاي اربع هرمونات وايد مهمين الهرمونين الاخيرين وايد مهمين هم الزينين الهرمونين الاولين هم اللي يسوون لنا ادمان وللاسف الادمان منتشرين اكثر الاندورفين والدوبامين هي من خلال شنو؟ ان انا ابي افوز ابي احصل جائزه ابي احصل لايكات هاي كلها في وين؟ هاي كلها في هذه اللي يسمونهم الاندورفين والدوبامين عموما احنا هدفنا من هاي البرنامج ان احنا نكون معاكم ان شاء الله نكتشف ان فعلا الانسان ترى يختار ما يكون في حاله يسمونها صفر انتظار اخطر شيء على الانسان انه يكون ينتظر شيء ما صح؟ مثلا احنا واحد يحط نفسه قال اسال بعد ما يصير شنو بالقلق ما بالك الانسان حياته شنو في المود انه في الان في الباركينج مال الان تصور الانسان شنو حالته يتم سنوات وايام وهو في الان قلنا انه مو في وظيفه انت تكون في وظيفه يعني بعضكم يكون في وظيفه اوكي انا عارف ان بعضكم تشتغلون تدرسون وهذا شيء ما يصير ما شاء الله لكن الاخطر انه هو مو عارف شيء وانا اقول لكم 99% من عالمنا العربي هم ما يعرفون ليش موجودين في الحياه؟ ما يعرفون انهم مسلمين، يعرفون انهم عرب، يعرفون ان بس ما عارفين شنو الاذى انا خاصة موجودين، مو من يبي يصير طبيب ولا يصير دكتور ولا يصير مهندس ولا يصير طيار لا ولا عالم علم اجتماع لا مو هذه القضيه. القضيه الاكبر شنو يعني شنو ليش تبي تصير مهندس؟ ليش تبي تصير عالم اجتماع؟ ليش تبي تصير الام؟ ليش تبي تصير رب الاسره؟ ليش تبي تجيب عيال وايد؟ مثلا ما في ليش ما يعرف؟ ويعرف انه بيسوي. وهذه الاخطاء لازم الانسان ما يعيش لحظه واحده يعني انا اقول لكم اهم من الماي، الماي احنا الحين ممكن نعيش بدون ماي. في الحاره اللي مال هاي مال البحرين هذا يوم ممكن نعيش يومين بدون ماي. ليش يمكن نعيش ثلاث ايام بدون ماي؟ يمكن نعيش بدون هواء لمده لحظات صح؟ لما ندخل الغواصين يعني تقدر تقعد مثلا خمس الى ست دقائق سبع دقائق بدون هواء. لكن الانسان قاعد يعيش كل يوم وهو ما عنده مسار واضح في حياته معناته مو صح. ليش قاعد يطلع يمشي مثل الحيوان الله يسمح. وللاسف كلنا معظمنا قاعد نمشي كذي بدون ما الله يسمح. فلذلك بما فيهم اللي قاعد يكلمكم انا ترى خليكم ما تغلطون غلطه الحياه. وحتى ما اقول هاي عشان تكون ايموشنال فعلا نصيحه ساعات هي محاوله ما ابيكم تعيشون 45 سنه من حياتكم ما تعرفون انتم تسوون ناجحين نجاح بالمقاييس النجاح ينجح الناس اوكي كخبير كمهندس يعني لين كان دخلت في 20 شهر في كل شهر امسكها والناس ما تبي تتفرج فيني لكن ما كنت اعرف شو فيني احس ان في شيء داخل اوكي ليش؟ لاني ما سويت الاكسرسايزر اللي احنا نسويها معاه لكن من 10 سنوات يعني فوكس اعرف شكلي واقول دائما وانا اقول في اي لحظه في اي بلد اقول يكفيني شرف المحاوله ليش؟ لان اعرف شكلي اعرف شو الاثر اللي بتركه اوكي يمكن ما تركه لكن على الاقل يكفيني شرف انه اني انا سعيت له وحاولت اني اصل اللي اولنا متاخرين بعدين نتعرفهم مع بعض والحين بما فيها الاميه من الاخرين خليها في حلقه تعرفون على اساميكم تفضلوا يا بطلات لا لا يمكن قولي اسمك؟ ايوه ولا 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 وليش؟ اي 21 زين ولا شنو هذا اللي في الورشه؟ يعني اتعلم شلون اخذ القرارات الصح. اوكي طيب اسمي خوله حسن طالبة علم اجتماع كل علم اجتماع سكينا علينا علم اجتماع ايوه هدفي من حضور الورشة أنني أوصل لأن شلون أتخذ قراري عشان أوصل للأبري. اسمي صفا ميرزا تخصص علم اجتماع هدفي من الورشة أنني أخطط إلى مستقبلي بشكل صحيح. بعد في أحد ليش؟ عايشة ضافي. عايشة تعالي. ولا أعطيها الميكروفون ولا أعطيها الميكروفون بي. خلاص وين اميره؟ تعالي احنا عايشه بتعرفنا بروحها عايشه
على المرأة عضو في جمعية اقتصاد الهام والأمين المالي. حياكم الله. خطيرة هذه، الأمين المالي خطيرة. طيب حياكم الله مرة ثانية. دكتورة تبين تبتدين؟ بعدين أعرف بروحي أول؟ يلا عفوا. أعرف بروحي ولا لا ولا؟ انزين دنيا أحمد، أنا مع الدكتور محمد مؤسسين فكرة اقتصاد الهام. تخصص عن أدرس عن الاجتماع. كنت في جمعية من الرئيس النائب اللي كلنا معظمنا في تخصص عن الاجتماع، وحتى اللي يشتغلون في الاقتصاد المؤسسين يقولوا شنو معناته اقتصاد الهام نتكلم عنها. احنا نتكلم عن السوسيو ايكونومي كونسبت اللي هو اجتماعي الاقتصادي. الاقتصاد الاجتماعي. اجتماعي الاقتصادي، احنا نقول اجتماع اقتصادي تقول اقتصاد اجتماعي، هو يعني ايكو سوك او سوسيو ايكونومي بعد وايد يقولونها. فانه هو شلون احنا نقول اني انا ما يصير اشتغل في الجانب الاقتصادي ونشوف وايد دول صارت لها قواها الاقتصاديه وايد مؤسسات، لان كان الضلع الاجتماعي ما يفكرون فيه. لما انا افكر الامور كلها تصير تنحل بالامور الاقتصاديه بدون ما اخذ الجانب الاجتماعي في حسباني، والجانب الاجتماعي اني انا اكون افيد فيه الاخرين وغيري، نشوف دائما يتعرضون الى سقطات او فشل او انتهاء. والعكس صحيح، اني انا بالجانب الاجتماعي بدون ما اكون ماخذ المقوم الاقتصادي اللي هو بيساعدني بعد ما بيكون بنفس القوه. هاي يعني صوره سريعه واضحه لكم صوره اكثر، لان احنا اليوم ويمكن عشان كذي تشوفون لما اتكلم عن not in employment and not in education net اللي هو لا في التعليم، اللي هو كان يشرح لكم الدكتور ان هذه اخطر ناس اخطر مرحله، يعني ما اكون لا في التعليم لان كل ما في التعليم وجود الدنيا حلوه وانا مستعده بس البرنامج مالي مثل الابتكار وذي، لان انا كله متاثره على الشغل والمرحله اللي قبلها ليش فيها الشغل، هاي وايد تكون فيها من المراحل الصعبه. هاي الحين ناخذها من الناحيه الاجتماعيه ولا الاقتصاديه. عشان كذي كان يقول لكم ظواهر اجتماعيه اللي هي يصير انتحار، يصير ديبرشن، تصير امراض اجتماعيه يتوجهون الى الادمان، سواء الادمان من الالكترونيات او الاشياء المختلفه. فمن ذي المنظور احنا واخذينها. طبعا احنا ذي الورشه كنا مسويين العام الماضي بس على صوره وايد اكثر فاكثر في بعض الشباب اللي معنا موجودين في الصوره. وانا ابي اشكرهم بعد اللجنه الشبابيه صافقوا حق نفسكم معاي؟ صافقوا حق نفسكم؟ فيها تعدد عرقي، فيها مشاكل
اختلاف الديانات، اختلاف الاحجار، ناس يشوفون كل هاي ليش مشاكل، وناس شافوها كلها ثروات، لان انا عندي وايد ديانات، لان انا عندي وايد لغات، لان كان عندي وايد مشاكل، هاي كلها فرص انا ممكن انا ابني عليها. طبعا ما ينطبق على الدول والمجتمعات، ينطبق على الافراد اللي احنا نتكلم عنها. طبعا تعرفون ان احنا كاقتصاد في العالم ما بين وايد اقتصادات مختلفه في العالم، صح؟ يعني انتم يمكن خدتوا حتى المجتمع في الجانب المالي او كنا ناخذه، احنا عرفنا من الاقتصادات القطاعيه الى طلعنا الى الاقتصادات الشيوعيه، الاقتصادات الراسماليه، اول اقتصادات مرت بتواريخ وايد مختلفه مرينا احنا، والمتواليات كانت وايد اكبر، يعني ليه ما طلعت من القطاع الزراعي الى القطاع الصناعي الى الشيوعي الى الراسمالي قبل ما المجتمع عشان يتغير ياخذ له وايد وايد. نفس دوما يظل من تليفوني تليفوني مغير 10 سنين، يعني تليفوني الجديد لما تغير واكبر. اليوم المليان اشياء صار وايد اقل، المليان ما صار اقل بس حق الاجهزه الالكترونيه، حتى حق الانظمه، الانظمه في الدول يعني قبل كانت حتى التغييرات اللي تاخذ وايد فتره تاخذ. نفس الشيء العمليه الاقتصاديه، اليوم تشوف متواليات الاقتصاد وايد اسرع من متواليات السابقه اللي احنا كنا نتكلم عنها، يعني كنا قبل نتكلم عن الاقتصاد يمكن اقرب للدوله الشيوعيه في القطاع، يعني شنو القطاع الراسمالي، بعدين تجي تطلع اقتصادات اخرى مثل الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد المعرفه، كلكم سامعين عن اقتصاد المعرفه طبعا؟ هي او لا؟ ها؟ دارج اكاديمي؟ اوكي، وايد صار في اقتصاد الحرب على اقتصاد المعرفه، يوم الحرب اللي كانت تصير بين في عالم الانترنت والعالم الافتراضي، اللي قاعد نشوفه على وسائل الاتصال الاجتماعي، من يملك المعرفه الاكثر، اليوم يبي يوصل الفضاء وغيره، لان يكون عنده تحكم في المعرفه اكثر، اليوم جوجل يعني احنا مستعمرين شيء ما بينها في جوجل او غيره، لان انا ليش اروح على محرك فيرسز محرك اخر؟ لان المحرك عنده معرفه اكثر. فانتقلنا من هذه الاتصالات المعرفيه خصوصا مع التطورات التقنيه، واليوم طبعا عندنا اكثر، وتشوفون في معظم الجوائز الاخيره اللي ابتدت تطلع في جوائز جوجل وغيرها، اليوم عن الاقتصاد السلوكي. قالوا في شيء وايد اكبر من الاقتصاد المعرفي، مو معرفه الشيء، لكن انا السلوك اللي اوجه فيه معرفتي الانسان اتجاه شيء معين. يعني عشان انا ابتدي اغير قرارات، عشان اغير المايند سيت ماله، هاي هو الاقتصاد اللي قاعد نتكلم عنه. واقتصاد الالهام هو من الاماكن اللي قاعد نتكلم عنها، هو نوع من انواع اللي شارع نهندس قراراتنا. فاليوم دي الورشه اللي نتكلم عنها، مساراتنا، خيارات قراراتنا، ما بيعطيني شيء كثر ما هو بيهندس العمليه اللي انا شارع اغير سلوكي، اللي انا كنت اشوف اشكاليه عندي، بالعكس كنت اشوفها فرصه بالنسبه لي، عشان انا يكون عندي قدره على اكتشاف الذات. الاقتصاد السلوكي بيخليني انا اقدر اكتشف الذات الداخليه اللي انا موجوده عندي واللي موجوده في المجتمع اللي احنا نتكلم عنه. اقتصاد الالهام والمرونه. شنو هو المرونه لما نتكلم مريم؟ اليوم انا اقول انا مخي ثابت، انا بس مدرسه بالتخصص، لازم اروح في ذي الشغله، انا بعتقد اني اشتغل في المدرسه اللي جنبيتنا، صار ما صار انا هاي الشيء اللي انا فيه. انا دائما لازم يكون عندي مانوفرين، شفتوا شلون في سباقات السيارات شباب يفوزون؟ ليش السيارات تفوز اكثر من سيارات او من سيارات معروفه ان مكينتها اكيد اقوى او غيرها؟ السيارة بتفوز واحد منها قدرة على المانوفر، صح ولا لا؟ اكتشف السيارة يقولون الشباب اللي يسوقون السيارات، فهي ان انا تكون عندي هاي القدرة على المرونة اللي هي تكون موجودة فينا. دائما تربط المرونة احيانا بالشباب، يعني انا الشباب تكون عندهم الروح المتجددة.
ولما نتكلم يا مريم على اختصار الشباب ما اتكلم انك انت شابة وانا لا، انا اتكلم عن شنو في الشباب. لا انت اللي قلتي عمرك زين. زين فالشباب مو بس شباب العمر، شباب زين اني انا تكون عندي روح الشباب. ودائما انا ايدي مثال اقول احنا عندنا دول مثل القاره العجوز اوروبا قاعدين نشوف انه ما فيهم شباب لكن فيهم روح الشباب. ليحين الافكار الابداعيه تطلع عندهم وهي حق القارات احنا في منطقتنا اللي معظم هرم شبابي لكن روح الشباب مو موجود. فاحنا نقلل اللي المفروض ان احنا نكون نبتدي نصدر لهم. فهو الاهم من العمر الشبابي اني انا يكون عندي شنو؟ روح الشباب. لان روح الشباب هو اللي يجدد اللي بيكون عنده المرونه اللي انا بتكون اتكلم عنها اللي بقدر استغل منها القوة الداخليه. طبعا احنا في مشروع اقتصاد الهام عشان كنت نتكلم عن اقتصاد الشباب اليوث ايكونومي ريزيلينس ايكونومي اللي كنت اتكلم عنها اللي هو اقتصاد المرونه اللي انا ممكن اكون فيها عشان انا اقدر اغير طريقه التفكير العقليه المايند سيت. It's all about mindset. أنا طريقة تفكيري تخليني أقدر أقرر إني أنا اليوم بكون عاطلة عن العمل، بكون صانعة وظائف، أنا بكون متعلمة، أنا بكون متلقية. أنا أبتدي أقرر بناء على المايند اللي أنا حطيته حق روحي تكلمت عنه. أوكي دكتور. طيب إحنا أنا تغير بس خبرك إني أوضح. والله يا الله والله يا الله. اوكي جماعه طبعا احنا بالنسبه حق تفاصيل ورشه ان شاء الله اليوم تكون ورشه تعريفيه بشكل عام، وراح نتكلم على المسارات وشنو المسارات. في اليوم الثاني راح تكون المسارات والخيارات اكثر وضوحا لنا ان شاء الله، ثم راح نتكلم على كيف نربط بين الخيارات وصناعه القرارات وهو الاصعب. يعني لذلك انصح ان تحاولون فعلا تحضرون لاخر على الاقل اليوم الثالث للقهوه، لان هو الورشه اذا انا عرفت مسارات وهي معظم اللي يصير في العالم العربي خاصه في البحرين. دائما انا كنت اقول حق صناع القرار في البحرين ان البحريني يحتاج الى ان يصير عنده قدره ان يصنع قرار وقدره ان يدير عمليه تغيير. هاي شيئين يفتقدهم البحرين، ما يقدر يصنع قرار يتردد وايد، يسمونه باللغه الانجليزيه بروكاستنيشن، يعني يتردد وايد، وهي طبعا يضيع عليه وايد فرص خاصه في عالم سريع جدا. الشيء الاخر انه لما يصنع قرار يتحمل مسؤوليته. شلون يتحمل مسؤوليته؟ متى يتحمل مسؤوليه الانسان؟ لما يكون عنده واضح ليش صنعت قرار صح؟ ولا يقول انا لا انا صنعت قرار صح بس ما توقعت كذي ما توقعت كذي. لا لازم تتحمل مسؤوليته عشان تتعلم، لان العقليه ما تتغير طول الدنيا. موضوع العقليه، العقليه لازم تتفق عليها. اوكي؟ احنا عندنا دماغ مكون من كم فص يا ابطال اللجنه؟ اربع فصول صح؟ اي اهم فص بالنسبه لنا احنا؟ اقتصاد الهام فص امامي. ليش فص امامي؟ لان عندك قدره على ان يسوي ما يسمى الاسوشيشن، يعني الربط. اوكي؟ هو اللي الله سبحانه وتعالى ميزنا على شنو؟ الحيوانات العزيزه. اقرب حيوان لنا اللي هو شمبانزي، احنا نختلف عنه بحجم الدماغ والسوفيستيكيشن ماله في الفص الامامي بالذات. اوكي؟ فهذه بالنسبه حق الدماغ، لكن نحن لو كان عندنا دماغ يسوي اسوشيشن لكن ما عنده عقليه، ما عنده مو بس العقل، العقل هي اداه فعل الدماغ صح؟ عندنا دماغ وعندنا داخل الدماغ شيء احنا ما نشوفه اللي هو يسمونه العقل صح؟ اللي هو اداه فعل الدماغ. اللي يتحكم في العقل هو العقليه. شنو هي العقليه؟ العقليه مكونه كل وايد ترى عشان تساعدنا وايد لما احنا نتكلم مع بعض. العقليه مكونه من اربع اشياء. وانتم جايين اليوم عشان تلفون هذه العقليه. شنو العقليه؟ العقليه عباره عن فرضيات مكونه من اربع اشياء، مثل الدماغ مكون من اربع اشياء، العقليه مكونه من اربع اشياء، فرضيات اللي نسميها قناعات او نسميها ساعات بارادايم، الناس وايد يسمونها في الواتساب بارادايم، بارادايم ما اعرف شنو بارادايم، بارادايم هي القناعات واللي هي من جايه من شنو فرضيات. اوكي؟ هذه الفرضيات او القناعات او البارادايم
التحكم بشنو يسمى العادات. هذه العادات تتحكم بشيء اخر، يعني تروح تكنها اكبر من الثانيه، تتحكم بشنو؟ سلوكيات. هاي السلوكيات يا ايمان تتحكم بشنو؟ بردود الافعال. ممتاز. اوكي، فانا اليوم عشان اغير ردود افعالي، عشان اغير اصلا القرارات صح، لازم اغير شنو؟ فرضياتي. ممتاز. اوكي، على فانا بالنسبه لنا اليوم مهم جدا ان نفهم هاي الشيء، وراح تلاحظون ان هاي الترابط وايد مهم، والعقليه الانسان اللي ما يتغير معناته قاعد ينطر انه يغير. يغير بسلمه الحياه، يغير بفشل في مسيرته، يغير مره ثانيه بتحديات وما توقعها. فليش انتظر انا تجي لي التحديات عشان اتغير؟ ليش ما اتغير؟ عشان بالعكس اسبق التحديات. انا اشتغل في علم يسمونه علم استشراف المستقبل. الحين حق الحكومات خاصه في الخليج يطلبونها وايد، بس انا اكتب فيه وايد، ولذلك طلعنا اختصاص لها، انهم يعني يتنبأ، التنبؤ ترى علم مو بس يعني مو نعتبره شيء جديد او علم ايضا. اليوم واحده من الاشياء المهمه جدا في هاي انك تشوفي شيء حق مده 50 سنه من الان، شو تشوفي؟ لما تبتدي تجربي، لما ابتدي اجرب ابتدي اقدر اشوف شنو واحقق فرضيات بشكل. طيب، فاحنا طبعا اخر شيء راح نكون عندنا مشاريع، واحنا نتمنى وهي هدفنا في اللجنه الشبابيه، طبعا هم يعدوا البرنامج بالتعاون معنا، نتمنى نسحبكم تطبقون مشاريع. اللي ما بيطبق مشاريع معناته بعد مره ثانيه يحط نفسه على خطر. لانه ما يصير يا جماعه، مو احنا حتى لما نسوي بحث نسوي بايلوت نسوي تجربه نفس الشيء ترى في الحياه. ما يصير اليوم انا اقول بسوي خاص انا باخذ قرار الفلاني وانا ما سويت عليه شنو؟ تجربه. فلازم نتعلم. اللي بيدخل في مسارات خيارات وقرارات ويسوي تجربه معناته دخل بنى عنده ماكينه البحث العلمي. اوكي؟ وهذا اللي احنا نتمناه. اذا تشتغل ذاك يشتغل الميكروفون ترى بس تكون بس. اوكي، فعندنا هذه النقاط ان شاء الله راح نركز عليها. اذا المرحله الثانيه راح تكون بعد ما نخلص هاي الورشه اللي هي خمس ايام راح ندخل في المرحله الثانيه. شنو المرحله الثانيه؟ نبتدي مثل ما قلت لكم ندرس المشروع ونشوف شنو فرص اللي ممكن نطلعها من خلال هالمشروع. راح نعطيكم في 16 يوم حق عمليه تقدير. اختصاص الهام كجمعية يختلف عن الجمعيات الثانية انه مو يسوي محاضرات توعية. الجمعية انا كنت اقول لها في مجلس الادارة اذا احنا ما سوينا وايد مشاريع وبدأت تتأثر بالمجتمع معناته ما لها سبب بالجمعية، كانها تعيد نفسها مع جمعيات اخرى، جمعيات الاقتصاديين، جمعيات الاجتماعيين، جمعيات الاداريين، كلهم يسوي محاضرات في نفس مجالات الشباب والرياضة. فاحنا كان ليش نعيد؟ خلينا ننظم حق جمعيات وخلاص. احنا نبي نتميز بشيء اخر عشان تصير تقدم مضاف حق بلدنا اللي هو شنو؟ لازم مشاريع تاثر في الاقتصاد الاجتماعي مثل ما كان يقول الدكتور. المرحله الثالثه انه راح تستعرضون نماذج، راح نعطيكم طريقه كيف تستعرضون نماذج المشاريع. لان من خلالها راح تقيمون مره ثانيه تنافسكم تنافسكم قبل ما ندخل على المرحله اللي هي الرابعه اللي يستكمل التطبيق. عقب ما نعطيكم التصحيحات تدخلون في عقب 22 يوم لين ان شاء الله سبتمبر يصير عندنا المسابقه. الهدف ان شاء الله السنه ان نطلع فعلا مشاريع افضل من العام، عم بدأوا بعض الشباب مشاريع لكن للاسف فقط. فاحنا بندخل معاكم في تعاريف اول شيء ومفاتيح البرنامج. اوكي؟ احنا اليوم قاعد نتكلم يا اما انت شخص خريج بشكل عام. اوكي؟ يا اما انت شخص تبحث عن عمل او تعمل عمل. راح نعطي الانواع لان الانواع وايد ترى الحين خلاص معروفين دوليا تحت النيت. يستغربون حتى انسان يشتغل لكن غير مستقل او يشتغل يعني غير مستقل بوظيفته او يشتغل وراتبه اقل مما يستحق او يشتغل بنظام جزئي هم يعتبر شنو؟ هو انسان مستقل بوظيفته. لذلك تشوفون يعتبرون ترند وايد مثل ما نشوف ترند للاسف حالات طلاق بين الشباب وايد للاعمار الصغيره نفس الشيء نشوف بعد شنو؟ عندنا مشكله في شنو؟ في الناس اللي تترك اعمال بسرعه مو بعين اللي تترك عمل لكن اهم شيء ان انت عارف ليش تركت عملك ورحت للعمل الاخر. فاحنا هذين الجماعه اللي احنا مركزين عليهم اللي انتم تكونون يعني مفترض منهم بما في معانا لان انا دائما ابحث عن شيء جديد ودائما ابهج احنا اللي يختار انه يعرف اليوم شنو خياراته. فكلمه خيارات يفترض انها هي بسيطه انا بديت اقول فيها عشان يفترضها شنو الخيارات؟ يعني شنو الفرص اللي متوفره اليوم؟ مو اللي انا اشوفه اليوم يعني في موفرها وزاره العمل ولا تمكين ولا المؤسسات اللي انا بشتغل فيها، لا.
كل فرص اللي انا ما شفته ويفترض اني اشوفه، بس متى ما اشوفه لما يا علي شو اسوي؟ اجرب. ما يصير اشوف شيء خفي مثل سموه علي الجانب المظلم، يقول من اسماعيل محمد سلمان قال الجانب المظلم، لا هو الجانب الخفي تسمى. اوكي الجانب المظلم هاي بينه وبين نفسه. اوكي نبي الجانب الخفي. اوكي الجانب الخفي هذا ما بيطلع لك بالسخف. كل الفرص الخفية ما تطلع إلا من خلال تجارب أو تحديات أو فشل أو تكرار. أربعة أشياء: تحديات، فشل، تكرار أو شنو أو تجربة. هاي الأربعة أشياء اللي بتطلع لي شنو؟ خيارات. الخيارات بتطلع لي شنو؟ احتمالات. أيضا وإحنا مثل ما قلنا قبل نعيش في عالم وهو كله يحتاج إلى ما يسمى هندسة الاحتمالات. أوكي اليوم مثلا تغير سرعة الوظائف، في وظائف راح تلغى صح؟ كلكم تقرون وظائف المستقبل، اليوم ما في حتى تلغى يعني، في اشياء وايد راح تلغى او راح تقل قيمتها. اوكي يعني انا ما بروح احط قانون في كل شيء، لان بيصير عندي وايد اشياء شنو؟ الارتفيشال انتليجنس تعطيني دايركشن في الطبيعه الان، فبتقل انواع كثيره من الخدمات اللي احنا قاعد نشوفها اليوم. شنو التصورات المستقبليه؟ فبالتالي شنو الشيء اللي افترض اسعاره كوظيفه او استكشفه؟ أو إني أنا أرغب في الاستقرار فيه بفكرة. أوكي؟ على فكرة ما يصير أقول أنا جربت شيء إذا ما يأس فيه. يا أما بفكرة أو بشنو؟ ما لازم تيأس فيه بفترة. شلون تحل يا محمد بن شمس؟ تحل بفترة، ما تبي تيأس فترة طويلة وتكتشف نفسك تقول لي أنا لما أصير أقل 46 سنة. شو تسوي؟ تزود شنو؟ التجارب. كل ما تزود التجارب أنت قاعد تقلل شنو؟ الفترة. بس ايضا باي تايم او فريكونسي. يا اما بالوقت يا اما شنو؟ بالمحاولات التكرار نسميها فريكونسي. وبالتالي مهم جدا هاي عشان ابني مرحله تقاليه صحيحه، لان ما يصير انسان يقول انا بحقق بوصل الشيء اللي ابغى اوصل له. اوكي احنا اللي قدام الكون يدعي ان انا باخذ جائزه نوبل. انت تقول لي مجنون؟ اقول لك انا يمكن شنو في المحاوله؟ ما ورا الجامعه، انا مو بجامعه هارفرد ولا انا مو بشيكاغو يونيفرستي، حتى لو كانوا دائما معروفين يحصل جائزة نوبل في شيكاغو. بس انا اقول انا فيني اني انا بشوف اشغل بهذا الشغف. شايلني عن الارجيله وعن جلسه القهوات وعن جلسه الحكي الفاضي للناس. اوكي؟ شاغلني عن شيء عندي هذا اكبر. وبالتالي مهم جدا ان افكر بهالطريقه على اساس ما عندنا رغبه في التجربه الجديده. تهمني ان انا فعلا يكون يا جماعه انا ساكت اقول حق القيادات مال اللي عنده والبرنامج معنا واللي يشرحوا معنا اداره البرنامج مع يعني كل المراحل الخمسه، كنت اقول يا جماعه كم يسوى الانسان انه يعيش في تجربه وهو ما يعرف شو النتيجه؟ انتم الحين في الامتحانات شفتوا عارفين النتيجه ولا ما عارفين؟ عارفين اذا درستوا زين وسويتوا زين عارفين النتيجه صح؟ ومعظم الاسئله تقريبا توقعونها او يعطيكم اياها لهذا. كم يسوى ان تدخل الامتحان وانت ما تعرف شنو النتيجه وشنو طبيعته اللي عندك تحدي؟ فافتقدنا الحس ليش؟ علمونا كلها على مدرسه بينما انت تحتاج مدرسه الحياه تخلص. كل ما دخلت مدرسه الحياه بتشوفون انسان فعلا هو شنو؟ يحاول يغير شيء اكبر. مدرسه الحياه فرق بينها مدرسه المدرسه شنو؟ اللي ما نعرف يمكن نتائجها او انا ما انتظر ان تكون نتيجتها رقم معين او شهاده معينه او شيء، لا التجارب اللي راح تاثر على الان واللي انا راح استفيد منها، لما انا ادش في مشروع معين واخسر فيه اعرف شنو النقاط الضعف اللي انا مريت فيها ارد ادش مشروع مره ثانيه واخر يعني اتخطى هاي الاخطاء اللي انا دخلت فيها، وهاي التجارب الحياه اللي راح تعلمني تخليني اني انا اصحى. متوقع شيء ثاني. سعادة إيمان تقول شيء ثاني. سنة ترى مريم سابقة هي بس نظرة. أيوة سعادة إيمان شو تقولين الفرق بين مدرسة الحياة ومدرسة الناس؟ النتيجة. مدرسة الحياة شو كانت النتيجة هي مقصودة. تجارب الحياة ما في نتيجة مقصودة. شو كان خطأ شو كان كل شيء صحيح على الخطأ. أنت أو حياة النتيجة ما تقول شو كان. يا حياة النتيجة كان. يا الله أنا أيوة. المدرسة علمتها بعدين.
تعلم الأمني يبتدي أتغير هذه الأشياء طبعا. لما في المدرسة أكثرها من أن تجي تتعلم وبعدين تبدأ. فلاحظوا ترى فرق كبير وايد. كل ما ركزنا فعلا ندخل في مدرسة الحياة كل ما صار عندنا ما يسمى النضوج. ابدأ أنواع من النضوج بشكل ما عندك أنت شيء تفكر عندك فهو تفكر. يسمونها المعرفة التطبيقية اللغة الإنجليزية ما أعرف شو اسمها بالعربي بس بالإنجليزي يسمونها profound knowledge يعني معرفة أصيلة أوكي أوريجينال يعني على قولة الدكتورة حق الباحث يسميها يعني يسوي يعني تطبيق شغلة حق العالم كل بسم الله مجموع المعرفة التطبيقية مع الوقت راح يشكل عندك ما يسمى الوزدم هي الحكمة أوكي كل الناس كانت الحكمة ما راح تأتي بالصدفة تأتي خلال مرة ثانية عندي كثير من التطبيقات من التجارب بالتالي تجاربي صارت شنو فعلا اقدر اعطيه حق الناس بشيء مختصر ومفيد عشان اصل للخيارات لازم انا شو اسوي؟ افهم المسارات فالحين انا بعرف عنكم شنو معناه المسارات بجانب الكتاب شنو كاتب على مين؟ الاثر القيم على المستوى يعني كل كلمه ولا تحطونها في باركم لان شوفوا يعني يبغى فيهم طبعا الجهات اللي ويانا في البرنامج كل واحد فيكم لازم يجتهد لما يحضر اي برنامج انه ترين ذا ترين هو محاضر بس عشان يتعلم اذا ما يقدر يعلم الاخرين ولو قال لك مثلا اخوك الصغير ولا اي طفل انت ليش عايش شغل الدوره؟ لازم تقدر تشرح له شو معنى المسارات ما تتكلم مثل ساعه لا شو معنى تكلمه مسارات؟ شو معنى تكلمه خيارات؟ كل واحده انت عرفتها واثق فيها فانا الحين سؤالي لكم شنو معنات يا سعادة أميرة؟ شنو معنات مسارات؟ بجانب التعريف اللي أنا قاعد أقوله. حياك. سعد. يلا من سعد مرة. شوف أنا ما أدري سعد. اللي جانا وجد مين؟ بتمشي احسن في الطريق حق سيارتي بيكون بالطريق زحمه مجانا ما بيكون زحمه ف
فأنا من الخيارات إني أنا ما أقتصر إني أنا دائما بس في طريق واحد. فعشان كذي بكرة أنا أشوف في طريق واحد وكل البلد ما أختار الأحمر وأنا مصرة أروحه لأن ما أعرف أروح إلا من خلال هاي الطريق. مو لأني أنت تخرج ولازم أشتغل في الوظيفة لازم أبي أوراقي من منطقة المدنية أقدم وظيفتي الحكومة تقول ما في أشغال التأهيل يقول أنا ما بوظف بس يقول أنا بنطق البيت لما يوافقوني خلاص الطريق مسدود أحمر راح أقول لك أوكي بس أنت ما تكون مصر لأن هي الطريق اللي أنا دائما آخذه وشفت كلهم ياخذونه فأنا أفكر في طرق ثانية أحيانا أنا أروح وايد طريق أبعد لكم شوية يعني بس توصل أسرع مو لأنني كان لأن أنا شفت وين الزحمة كانت أقل ما شفت بس المسافة شفت متغيرات أخرى عرفت إن سيارتي غير عن السيارة فأنا قراراتي غير أنا عندي مواهب غير سبحان الله كنت درسي نفس التخصص بس أنا لأن ما مواهبي غير أخذ الخيار الثاني لا تكون فيه وأنا شطارتي اللي شجعت في الخيار الأخضر ومو بس أروح دائما على الناس اللي وين على زحمة وأخذ المسار الأحمر وصير علي نقاط المرور الحقيقة اللي احنا كنت بقول لكم اياه لان انا من خلال المسارات لما عندي هدف لازم يصير عندي هدف ما يصير يقول انا عندي خياراتي وانا مو مراقب اهدافي يوم انا خيار عندي والله كذا 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 لكن يمكن كل الوظائف المعروضه اليوم بالسوق ما تناسب هدفي يمكن انا الله سبحانه وتعالى سمحني اني اكون خارج المحل لازم اكون داخل المحل صرت اني اكون انسان عالم او صرت اني اكون انسان يمكن لازم اعمل عده وظائف مو وظيفه واحده فبالتالي المهم جدا تكون عندنا مسارات واضحه خيارات واضحه وتبتدي بعدين حدد انواع شنو الخيارات اللي قدامك شنو انواع الخيارات اللي هي فعلا منفتحه قدامك بالنسبه حق مساراتي انا شنو انواع الخيارات اللي هي ملكك والخيارات اللي توفرها الحكومه يمكن توفر الحكومه خيارات وايد بس مو اغلبها وهذا اللي يميز الناس من الهمين كنت اقول حق الشباب مساحه قابلنا 17,000 طالب وطالبه في المرحله الثانويه في البحرين اوكي بدينا في مدارس التعليم الخاوية وكنا نقول جميعا فهذين الناس هم شنو لاحظنا ان الملهمين هم قليلين نسبتهم جدا قليله يعني كانوا اقل 40% تقريبا بين الطلبه اللي احنا قابلناهم في البدايات شنو يتميزون؟ يتميزون انهم لو حطيت لهم معروفات ما في خيارات ولا دراسة حق المسار هون فالأصل أنت عندك هدف كبير والهدف الكبير راح نشتغل عليه اليوم إن شاء الله عشان نعرف شنو معناه مسار كبير إذا بحقيقته من خلال خيارات واضحة هاي الخيارات اللي راح تطلع لي شنو ما يسمى قرارات اللي هو الاعتراف قبول الأمر الحالي على فكرة أهم قرار تاخذه في حياتك وين راح تجي صح ولا لا؟ شلون لما لقيته بحرف أنت وين؟ إذا ما عندك مكان صح ولا لا؟ فبالتالي مهم جدا انت وين؟ انت وين؟ اوكي؟ رايح فين؟ اوكي؟ فبعدين الاعتراف بالفكره وايد مهم بالوضع الحالي مثل ما قلت، زين هل هذا شيء يقول لكم؟ يقول لكم معناته انه لازم هاي الفكره توقف مع نفسك بغض النظر عن عمرك وتقول انت مين؟ وانت فين؟ اوكي؟ ورايح وين؟ اوكي؟ عشان تقدر تحقق شنو اللي في بالك او بالتالي تحديد متطلب التحول مهم جدا لانه ما يصير اخذ قرار مباشر حق شيء معين وانا ما اعرف المرحله الانتقاليه اللي بنتقل لها اوكي يعني عجبني انا الدكتور ابراهيم جزاه الله خير يقول انا ما بسوي هاي لان انا في مرحله انتقاليه اوكي هاي معناته هذا الشيء الشخص اللي عارف شيء يا جماعه هذه شخص فيه اثر كبير غير الشخص اللي يقول انا بترك الظروف وشوف شو بصير فيني شيء شيء لا خلاص هو يعني قاعد يجرب شنو مرحله التحول ويدير عمليه التغيير لان ما في تغيير يصير الا في شنو معاه يصير مقاومه لاحظوا اي تغيير تسوونه يجيكم مقاومه يعني انا اقدر اشتغل تقريبا رسميا في 15 شهر رسمي غير رسمي اسبوعين تقريبا انا اقول لكم في اكثر من 100 شهر لكن لما رسمي اطلع من مكاني اتصل في كل الناس ما في اصحاب الناس شو تسوي محمد؟ ليش انت تترك الجهه الفلانيه؟ ليش انت معاش اثنين تنسافر روح ليش هذه يقول الناس يقول عنك يعني انت ايش فيك مجنون؟ روح عند شيخ غير عارفه لكن لان عارف اذا انا بمر
لمرحله التحول اتوقع ان النص قوي بما في نفسه. واول واحد يتحكم في هذه وهو الدماغ، لان الدماغ مبني على منطقه شنو؟ رد الفعل والخوف. الدماغ مبني على منطقه راح نتكلم عليه سوا. فالدماغ لذلك احنا لازم نعرف كيف نتعامل مع الدماغ مالنا بشكل كبير عشان نقدر نتغلب على مرحله الخوف والتردد بشكل كبير. فلازم نبني الرحمه والاراده، لان اي انسان هو اللي حقق هدف وهو عنده مسار فلازم يكون عنده شنو؟ شيئين، رحمه واراده. ما يصير انك تقول اليوم بسوي شيء كبير انت ما عندك لا رحمه ولا عندك اراده. والرحمه والاراده مرتبطه بشيء اخر، وليه تبني لحياتك رغبه واراده؟ اوكي؟ لان في فرق بين الرغبه والاراده، صح؟ شوف والاراده انا اقدر اسوي كل شيء. الحين هذا اللي يهمني، يهمني ان انت ما تعرف الاراده. اوكي؟ نبي نتفق على الاراده. الاراده ما راح تجي الا من كلمتين. كلمتين لو عرفناها راح نغير فيهم العالم. وين ما تكونين، وين ما تكون، ممكن تخيل اي وظيفه، اي مكان. هي الاصرار والمثابره. كلمتين persistent perseverance. اوكي؟ اقولها بالانجليزي لكم عشان تقدرون حتى في اللغه الانجليزيه، اوكي؟ اصلا عليكم شباب يعني انكم تعلمون اللغه الانجليزيه، فيفترض ان شاء الله عندكم تكون استثمارات حق العالم كله. اوكي؟ فاحنا نتكلم على هذين الاثنين، لو صاروا صارت عندك اراده قويه ما يهزها، وراح تشوف نفسك ان انت ما راح تقول انا يمكن افكر اعتقد لا انا اؤمن. راح تسمعون غير الانبياء طبعا، ما اتكلم عن الانبياء هذول معصومين صح؟ لكن راح تسمعون ناس هم ما يشاركون غاندي، مارتن لوثر كينج، مانديلا، محمد علي خلال، عمر بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن عوف، يو نيم ذيم. اوكي؟ كل واحد فيهم راح يقول لك انا اؤمن. مهاجر محمد، كل واحد يرجع خلص بينه وبين الكاميرا خطوات ويروح يصير رئيس وزراء. ليش؟ ها؟ ليش يمسك راسك وزراء مره ثانيه؟ لانه مو مبني في شيء لازم يغير. شوفوا شلون لما انت تخاف عمر كبير الحين عمره 90 سنه يمسك راسك وزراء شو يقدر يسوي؟ لكن هذا الايمان القوي اللي هو شنو؟ لذلك يعني هالايمان تلاقي مرتبط بشنو من الكلمتين؟ اصرار ومثابره. اذا لما نتكلم عن الاراده نحتاج نبني اصرار ومثابره. واللي ما تعلم انه يبني اسرار المثابره وكلنا ما تعلمنا حتى في موقف مانع اللي انا شغلت اسرار المثابره لازم يتعلم على الفشل ويتعلم انه يشتغل بالضبابيه ويتعلم على الفروضيه يتعلم على الاقافه تعرفون الاقافه؟ صحيح؟ بس الاقافه مو بالاشخاص مو بالاشياء حتى مو بالافكار تجي الافكار شو حتى مو بالافكار اللي تكون بالشخص الاقافه تفكيري لازم يصير شنو؟ مختلف. لما تشوف انسان وهو مميز مو بنجاحه وما قلد الناجحين. انا ما ادري اقلد الناجحين. الناجحين هاي شو صفة الناجحين؟ غير المؤثرين. الناجحين غير المؤثرين شو صفتهم؟ يشتغلون حق؟ فهو يشتغل انه هو ينجح. لكن هو يشتغل يترك اثر. يونين سواء يكون هو سواء طبيب، مهندس، هو يشتغل على المجتمع، بس هو يشتغل حق نفسه. غير عن الطبيب يبي يأثر في المجتمع. زي ما هاجر محمد كان طبيب مثلا. شاف نفسه لما يقدر يشتغل في مكان افضل. فلاحظوا ان كان امثله على ان كيف الناس تغير مناصبها ولا اماكنها، لكن تاثيرها يكون شنو فقط. فاذا انا هنا راح احتاج ان اضع خطر والغي خيارات وافتح مسارات جديده، وهاي راح يساعدني انه يدعمني في صناعه القرار. معظم المؤسسات المجتمعات الافراد هم عندهم ضعف في شنو؟ في دعم صناعه القرار، حتى الحكومات عندهم جهه يسمونها جهه شنو صح ولا لا؟ محمد يسمونها جهه دعم صناعه القرار، صح الحكومه هي مجلس الوزراء. لان بدونها انا ما راح اقدر اسوي مشاريع، بدونها ما اقدر شنو؟ اوظف المخرجات بطريقه ايش؟ صحيحه. في سؤال هذا لان هذا اللي يهمنا راح نخدم بالتمارين ان شاء الله. في سؤال؟ احنا اليوم عشان تصير مره ثانيه واضح عندنا ليش احنا موجودين، احنا نبي هدف مخرجات المسابقه اول شيء ان تكون عندنا قرارات اوضح لمسارات الحياه.
الحياة يا جماعة ترى هي أمانة. أنت هي الدافنية. ليش الله ما حط نفسك حيوان؟ طيب ليش الله أعطاك إياها؟ ليش ما أعطاها حيوان؟ معايا بطلات؟ أنا مريم شو عندك؟ تبتيهم شوية. أعطيهم شوية زيادة. ليش أنا الله سبحانه وتعالى ميزني؟ ولا أنا في البحرين في بلد مستقر تقريبا في بلد الحمد لله لا احنا غنيا جدا ولا احنا فقراء تماما. ليش انا الله خلاني ان انا درست وتعلمت ومن اسره الحمد لله مستقره مثلا؟ ليش هذه؟ لازم اسال نفسي. لان انت كل ما كان عندك مرموق اكبر من الاخرين انت جاي عشان تسوي شيء. انت تختار انك تكون الله يعزكم مثل الحيوان طريقتك ان الحياه مثليه الدنيا ما عارف شنو الهدف اللي تبي تحققه خيارك انت. فمهم جدا لازم تكون قرارات موضح لمسارات الحياه. وبالتالي هذا راح يساعدنا ان شنو رؤيه واضحه لمساراتنا كطالب او خريج او واحد عن عمل او غير مستقر في عملي مثل ما نقول عن عمل غير مستقر في عملي من خلال ان تكون عندي نماذج لخيارات او واحد من حياتي بديله وكون عندي كيف ان انا اعرف كيف اتعامل اثار مع الخط. لان متى ما بديت تاخذ قراراتك راح تطلع لك الخط. اوكي؟ احنا شو استفدنا؟ نبني قراراتنا على طريق الاخلاق. بدون ما نربطها بمسارات، بدون ما نربطها بخيارات. فتطلع قراراتك بعد فتره يمكن عقب 40 سنه والله في ها؟ 40 سنه. لا يعني ما شاء الله شباب اوكي طيب. فبعدين بهاي ساعتنا شنو؟ ان احنا كل ما بدينا نفهم قراراتنا كيف تصير اوضح وان احنا مستحملين انه يعني مستعدين نتغلب على المعوقات بما فيهم شنو؟ معوقات الحمراء. هاي عكس مثال تاثيرنا حق الاخضر والاصفر والاحمر. كل ما بدينا احنا شنو؟ يصير عندنا استفاده من الفرص الخفيه. اوكي؟ اللي كان يتكلم عليها مثلا علي. بالتالي اقدر ابني انا اسوي تجارب ومشاريع تكون عندي اوضح تساعدني ان انا اقدر احقق نتيجه بطريقه ايش؟ صح. طيب شوفوا انا الحاله اللي مسكت اقول لكم اياها العالم الان خاصه الفئه الشبابيه يعني كل الفئه الشبابيه بما فيها معنى مثل ما قالت الدكتوره احنا في اقتصاد الالهام اقتصاد الشباب ندعي ان الشباب عباره عن شيء هو الطاقه. يمكن انا ما عندي شنو طاقه اللي عندك استثمار كبير 99% لا اكيد يعني لكن انت روح يا قمر. ليش؟ لان عندي رغبه في التجربه رغبه في الاسرار رغبه في اخذ المخاطر. هاي صفتني صفت الشباب وصفت الشياب صح؟ فبالتالي مهم جدا ان تكون عندنا هاي الشيء. اليوم الشباب لانه هو يعتمد اعتماد كلي خاصه في الدول الربعيه احنا نعيش في دول اسمها دول ربعيه. الدور يعني علمتك ان انت تحت حمايه الدوله، كل شيء تتوقع لك، صح ولا لا؟ فبالتالي حمايه الاسره هي تحت حمايه الدوله. فانت دائما عندك اعتماد شنو؟ على القوى الخارجيه. لذلك يبني عندنا ما يسمى شنو؟ ثقافه اللون، يسمونها بين كلتشر. اوكي؟ ولذلك امر ما نسمع ناس يا ايمان راح يقول لنا شنو؟ انه هذا ما يحدث مني. كل الناس راح يقول شنو؟ هذا ما يحدث لي، انا مسكين عبد جدا، كسوى، كل ما اطلع عبد. صفحة حق مرة ثانية. اوكي؟ ما يهمني انا فعلا عشان اتحول لهاي، هاي الحين التنظيف. اللي احنا بنشتغل معاكم فيه، كيف نتحول من هني الى هني؟ كل ما بدات تسحب نفسك هني راح ياخذ مره ثانيه الا عده محاولات ممكن تتغير خلال سنتين. انا اقول اقل شيء سنتين صراحه بمحاولات يمكن 20 مره مشاريع صغيره 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 ما اتكلم عن مشاريع كبيره تحط فيها الاف ولا تحط فيها جهد كبير. مشاريع صغيره 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 هي تبنيها شنو؟ سمول يسمي انا ما ستيب بس وان ستيب بس شو؟ كل ما انا بديت اسوي محاولات بهالطريقه كل ما بديت اكتشف نفسي بطريقه ايش؟ صحيحه. اللي ما يعتمد على القوى الداخليه يعتمد على القوى الخارجيه ويصيد التحديات في الحياه يبتدي يحصل هالاشياء. شو يصير؟ يصيد
الكهرباء اللي هي نتيجة أول شيء الإجهاد اللي هو مثل الخلق يعني، ثم التوتر طبعا، ثم يصير شنو انخفاض الكهرباء. واحنا اليوم نعاني بشكل كبير في مجتمعاتنا حتى في فئة الشباب في موضوع شنو؟ شوفوا المستشفيات الحين شلون الناس اللي تتردد على المستشفيات، ما كان يروح على المستشفيات الطب النفسي، ما كان يروح على المراكز الصحية والعيادات الخاصة، الناس ما تروح تراجع وايد صح ولا لا؟ انتم علموكم انها يسحبوا سمعتك صح؟ يعني شنو؟ يعني هو يحس انه هو مريض. وانا اقول لكم انا مريض في الحاله وانا في الشباب. وانا اقول بكره بصير مريض وبكره بصير مريض. ليش؟ لاني مو بعارف شغله مو مرتاح بشغلتي. او عندي ظروف اخرى واعكسها كلها او حوالينا مع بعض، لا بكره لازم اصير مريض. اوكي؟ فاصير مريض بكره وضعها اللوز عندي ضاربه فوق، ليش؟ لان مره ثانيه بهاي الكتله. مثل ما قلت لكم هاي الكآبة والتوتر تسحب ما يسمى الآن الكوارتر لايف، لك ما تعرف مساراتك ولا تعرف خياراتك اللي هو يعني مخاطر رفع العمر، أو يصير ما يسمى البوستر سيندروم اللي هو شعورك بأنك لم تحقق شيء ولا تعترف بالذي حققته. وأنا صادق عيالي يعني عيالي تشوفون إن أنا قاعد أسوي أشياء وبرفكشن فصاروا يسوون نفس الشيء. هو ما عجبهم اللي حققوه. وهي حتى سيدك خاصة لما تشتغل معنا ناس مو شنو ما في شيء حتى سويت لها بس اشتغل معاها فكل احس انها ما سويت شيء ما تم لي بس اوكي هاي سيدك هذا لكن لما يكون عندك هو صفر من صفاتك بيصير مشكله ليش؟ يعني ما تقدر تحقق شيء اشياء يعني شو بيجي لك شيء كل كثر الكلام انت ما تقدر تحقق ليش تشتغل؟ ليش تحاول؟ بس خلاص انت فشل الكلام مكتوب عليك فشل هذا ما يحتاج لك ما في ما يحتاج مني فابتدي اعتبر نفسي انه انا شو انسان مخير ولا مسير؟ مسير، الله كتب علي شيء، الله ما كتب انا ليش ما وصلت الجيت؟ ليش ما وصلت ستيف جوبز؟ اوكي فابتدي افكر بهالطريقه وهي غسل. كل التغيير اللي يصير في العالم اللي تشوفونه الناجحين المؤثرين انفلونسرز يسمونهم اوكي هاي مشهورين وايد في الكدن يدخلون على الكدن يسمونهم انفلونسرز هذول ما صاروا بالصدفه. اللي ما فيهم الجيت صارت ملايين دور طقه صادت وايد تحديات ليه ما صار بالبيت الحديث؟ بالبيت الحديث مو الانسان اللي مسيطر على العالم من خلال السوفت وير بالبيت الحديث هو افضل انسان رفع عمليه التبرع غير مفهوم العمل التطوعي ترى وايد فيكم تتذكروا بالبيت انه هو صاحب مايكروسوفت اوكي؟ مثل ستيف جوبز وايد فيكم تتذكرون انه هو شنو؟ انه هو مؤسس ابل ستيف جوبز وايد فيكم تتذكرون انه بيغير العالم من خلال الايفون من خلال الايباد اوكي فهذه مهم جدا نفكر بهالطريقه عشان اتحرك لهالمنطقه لازم شنو؟ انا فعلا اتجنب مستوى التملل اللي عندي خيارين يا اما امشي بيه يا ما امشي بيه لا وارتب مستوى الاثاره شو الشيء اللي ممكن يثيرني واللي انا فعلا انا مو متوقع ما اشتغل يا جماعه في الشيء المنطقه اللي انا متوقعه لازم اتعلم ان اشتغل في المناطق اللي شنو؟ انا ما ادري ما اعرفه، ليش اشتغل في شيء ما اعرفه واعرف النتيجه؟ شوف الحياه هذه الروتينيه اللي انا فوق ترى تذكر الروتين لا تخافوا الروتين هو كل هو تذكر ما في روتين في الحياه. فحاولوا ما دام انتم شباب الان خلوا حياتكم كلها تجارب. لا تخلون احد يقول لكم لا تجربون بتطيحين بتسوي بتصفين لا بالعكس خلي كل واحد يكون عنده تجربته الخاصه بحيث انها على اساسها نبني التصور الصح. ما في انسان يقدر يبني المسارات بدون ما يكون عنده تصور في الحياه. التصور لما قلت لكم مع حكومات احنا بنشتغل 50 سنه من الان حكومه دبي لو شفت دبي ما بنشتغل اليوم بس 50 سنه من الان بتكلم كل سنه بنحطهم 5 سنوات بنحطهم 10 سنوات و 50 سنه من الان وبعدين نسحب 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 راح يجي اللي يسوي اليوم عشان احقق ما بخلي المستقبل يجي لي وانا انطلق انا بروح احقق المستقبل وين يقول راح اروح الاستشارات اذا نفس العقليه احنا قاعد نتكلم عليها لازم انا اتصور اللي تم حققها انا ماشي ماشي في الدنيا انت ماشي ماشي في الدنيا ايش تبي يكون عندك نوره عقب ما تنوره تبس اللي عليك مش هو الناس عندك ها صاحوا على اي شيء هذا يقول انت تجي على الزمان انت مسافر على قلت له يا يعني بدا في الوقت شو شو تعرف؟ والله ذكيه شاطره طيبه دائما يقول لك سوي اسئله لانه ما تشوف حاولين تحب شرطك بس خلاص بس
10 سنوات وبيتونس شنو الأثر؟ شنو الأعمال اللي سويتها؟ شنو بسطة تركتها في حياة الناس؟ هذا اللي بفكر طبعاً عن الآخر، وهي ما بيصير من خلال التصور. وبالتالي اليوم أنا أحتاج أن أشتغل بمسارين، مسار الإثارة ومسار الشغف اللي هو إصرار المثابرة، عشان أبتدي أغير حياتي. التغيير ما بيصير بالصدفة، بيصير من خلال محاولة معاكم، وراح يبتدي بالمقاومة، المقاومة الداخلية راح تكون عندكم. لذلك راح نبتدي إن شاء الله التمرين الأول، بس قبل التمرين الأول ما تبتسم الضربات الحين؟ من الآن؟ وين أصحاب السعادة هاني حياة؟ تفضل. زيادة؟ وحدة معقول؟ تعالي مريم بسرعة. اسم الضربات اللي تسمع. عارفين؟ مجموعاتكم تسجلوا أسامي. أنا أختار جماعة. التمرين يكون
ما انا عرفتكم بس هذا شيء اخر عشان حكيتكم اكثر. هو ما يهمك او هو يهمك الشخص من قيم ومشاعر وافكار وادوار وامكانات وقدرات واستغلال الانسان في تحقيق الاهداف والمسؤوليات والمساهمه فيها في الوصول لرسالته في الحياه. هم في اربع نقاط متحكمه في مسارات في اهدافه في اثرنا اللي نتركه في الحياه. شنو هم الاربع نقاط؟ النقاط الداخليه اللي هي شنو؟ القيم والقدرات. النقاط الخارجيه اللي هي الادوار والمسؤوليات. فاحنا راح يكون عندنا المرحله الاولى نحدد شنو نقاطنا الداخليه والخارجيه بشكل عام اللي هي تعتبر شنو؟ هي نوع من انواع الثروات. اوكي؟ هي ثروه عندك انت داخليه ولا خارجيه؟ انت ما قاعد تستغلها. وبعدين راح ننتقل في الجزء الثاني من السؤال الى شنو؟ اني الحين احدد بطريقه هدف شنو هي انواع المسارات اللي انا نجحت فيها؟ من هذول اللي انا ذكرتهم. ما بيكون عندي كم واحده لي؟ فترات؟ بيكون عندي 24. ال 24 وانتهي في النهايه في 2 الى كم واحده منهم؟ 5 ماكسيموم. اوكي؟ ال 24 بفلترهم لين ما اصل الى كم؟ الى 5. 5 زينه بشتغل عليهم في التمرير التالي. واضح؟ فاخذوا وقتكم تناقشوا مع رئيس الفريق دوره انه يتاكد ان الكل مرتاح في التمرين وان الكل ايش؟ يعني حتى لو تسولفوا مع بعض مثل ما قلت تفضل. واحنا بنسوي معاكم بعد اسبوعين. المرحلة الأولى بس في البداية يلا نبتدي في مين؟ نبتدي اللي حصلت كذي مدرس خصوصي. ها مريم أنت حصلتي مدرس خصوصي. زين تشاركينا؟ أول شيء قولي عرفي لي هاي الأربعة شنو حطيتي حق القيم والأدوار؟ شنو معناه القيم؟ شيء نضحي علشانه. اوكي. القيم مثل ما قال الدكتور شيء نضحي علشانه. بمعنى؟ بمعنى اني اسوي المستحيل بس علشان اسوي هاي الشيء. زين. والادوار هي الاشياء اللي انا اتقلدها في جروب مريم. سمعوا. الحين وقفوا الحين خلينا عشان نتعلم من بعض وبعدين ايوه. الادوار اللي اتقلدها في المجتمع. يعني مثلا انا في اسرتي اخت العوده. دوره. او البنت الاكبر يعني. اتحمل المسؤوليه. بعرف اتحمل المسؤوليه من كل مسؤوليه. اوكي احنا خلينا نسال نوره من خلال تسولف. تتفقين مع تعريفها حق القيم والالوان؟ وشنو معنى القدره؟ احنا قسمنا النقاط الداخلية فيها قيم وفيها قدرات. القيم تعتبر نوع من انواع الصفات اللي ممكن احنا نتحلى فيها. اما القدرات اشياء تكون تفنيشن اكثر او اشياء هي يعني اشياء ملموسة او احنا نقدر نقول اشياء عملية اكثر. هذا من ناحية النقاط الداخلية. اما النقاط الخارجية قسمنا
مثلا اليوم دوري كمحامي شو بعدين تكون مسؤوليتي؟ مسؤوليتي مثلا ان انا اطبق القانون، احافظ على هذا الشيء. مثلا دوري كمعلم شنو مسؤوليتي؟ مسؤوليتي مثلا ان انا ادرس بنية صادقة. يعني انا كمحامي ممكن تكون قيمتي اني احقق العدالة او تكون قيمتي اني بجمع فلوس كمحامي. بالضبط. صح؟ ما يشتغل. اظن هاي مولدات اللي حكيتها. اوكي. فهولة شنو قيمك؟ يعني الميكروفون دنيا الميكروفون. يعني إذا ما حصلت مكان متقدمين في هاي قيمة المثابرة هني مستعدة تتركين دي الجامعة لأن ما تقدر المثابرة تروح جامعة ثانية مؤسسة ثانية. ما في مكان ليهي ليش أبقى في مكان بيسي استضيفتي ما كن فيه زين. جروب علي قيمكم روحي لهم هناك ولا أعطيني عندكم أنتم ميكروفون لا؟ كمان ليش طكيت ذاك اللي بطلنا هذا هو أكيد الشارع مو بيوصل دكتور بيت وتجهز جروب مريم يعني اذا مكان شفت مكان عملك اللي انت فيه ما في امان بتهجر شنو؟ زين خديجة. خديجة ما سمعونا شيء. ما لي لا هاي تبين نروح نشتغل في الناس شيء تتمنين قيمة تكون عندك. لا أنا باللي عندك. الضحين بحياتك مستعدة عشانها. احترام. أوكي يعني إذا حسيت في مكان ما في احترام سواء لك أو حق الغير بتدينه. أوكي. بس تعطي الميكروفون دعاء. تتناسب مع ادوارك شنو الادوار اللي حطيتها هيك روحك ان انا ابناء مسكرا اوكي ورغبت حسابات صفحه مشهور يعني السفر اي تناسب مع صاحبه مشهور اوكي مروه هل قيمك متناسبه مع ادوارك حسابات وحطها وين ايه هاي 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 مع هاي التساوي القدرة تطوير الذات شغف استكشاف الأشياء الجديدة تحمل المواقف اوكي شنو تحسون من الايمان اللي قالته بالقيم اللي تناسب معاه قدرته؟ يعني هل في تناسق بين القيم والقدرات؟ اذا هي قالت ان قيمها الاصغر
فقدرتها هي تستكشف اي شيء لو شنو كانوا هم يعني خاشينه او انه مو واضح. واذا قالت هي على التسامح هاي نوع من انواع التطوير الداخلي، لانها نوع من انواع اللي انا ما راح اتنازل، ما راح ارضي ان انا اكون مثل المتساوي او نفس المستوى من الاخرين، هاي نوع من التسامح ان انا اتنازل عن بعض الاشياء. هاي تطوير الذات. والمصالحه مع الذات نفس الشيء، هي التطوير. في تنازل. مريم اعطيني شنو عندك من قيمك تناسب معها؟ التعاون الاحترام والتعاون يكون في امان اكثر. قيمك و قدراتك، هل في علاقه بين القيم اللي you want to sacrifice for اللي عندك اياها وبين قدراتك اللي تميزين فيها؟ انزين اللي كتبتيه؟ قدره على التواصل مع الاخر. ليش اساسا روحك؟ ويا اللي تبغى روحك. قدره على التواصل مع الاخر. والاقناع. اذا اوكي. اوكي. دكتور. اوكي، لان عندك هاي القيم مسهل لك قدراتك. اوكي. انزين. محمد شنو من القيم اللي يوجتها بتساعدك على ان تكون قدراتك افضل؟ الاشياء اللي احبيها اني اكون مضبوط، اقول اقدر اسوي مع شويه لوجيك. اوكي. اقدر اسوي اذا انا خلينا نقول اي ورك فور او شيء عشان اقول ان الجول اللي عندي بعيد. اوكي. بيساعدك على اي مسؤوليه او دور؟ بيساعدني ان عندي بروجكت او شيء اللي ابي اسويه اقدر اتم في البروجكت على البروجكت اوكي. بس يعني سل القدرات اكثر من البروجكت. قدراتك اللي تبي تكون فيها شنو انت القدرات اللي حاطها حق روحك؟ دكتور محمد انت وراك القدرات اوكي. هاي السكيلز. اوكي زين، شنو حط ادوار لك عندك في حياتك؟ دايركتور مصلحية، ليدر، فكل هي الادوار تحتاج صفات شنو؟ قيادية صح؟ اوكي، فهي حطها انت ضمن قدراتك انك عندك ليدر شيب سكيلز؟ اوكي زين دكتور تبي لا ما غطينا هل نسمع من قيم اللي هو مساعدة الآخرين. الأدوار اللي قمت بها اللي هو العمل التطوعي، حاولت إني أدخل في الجمعيات أساعد فيها الآخرين سواء كنت هي اهلي او هي صديقتي. انت ادوارك العمل اشتغلتي بالعمل التطوعي وشنو بعد الثاني؟ الثاني ان انا في البيت كون ان انا الاخت الصغيره اللي دائما موجوده في البيت اكون الخاله اللي كلها وياي نجاهم الاطفال يعني ان اكون اربيهم وياي يعني ان لانهم نفس عمري اعلمهم على اشياء واعزز فيهم بعدين. في ترابط بين حسيتي بين قيمك وادوارك اليوم؟ شنو الترابط؟ الصدق وحده شنو؟ الصبر. صبر صح. عشان كذي ما دام عندك صبر عشان كذي عندك قدره على التعامل مع الاطفال. طيب في احد عنده سؤال يا جماعه عن المرحله الاولى؟
اختار المرحله الاولى تكون واضحه. طبعا احنا ما بدنا هالتمرين ما بدنا مداخله الا يوم الاحد. يصير بعد نقاش شويه بعدين عليه قبل الصلاه، لكن لا تاخذونا معاكم يوم الاحد نرجع يكون وايد الصوره وايد واضحه. طبعا احنا سوينا واتساب جروب اللي ما سجل اسمه، سجل اسمه عند سعاد الاستاذه مريم ولا مين؟ نوره. اوكي سجل اسمه عند نوره عشان نتاكد انه هو يوصل للبرزنتيشن، يوصل التمارين، وايضا يصير نقاش بيناتكم اذا في اي سؤال، سواء بيجاوبكم القيادات او احنا نجاوبكم اذا في سؤال من اي حد. اوكي احنا ندخل في ان شاء الله من اعتباره من الليله فيما يسمى مرحله مهمه من التعلم، يسمونه اكسلريتد ليرنينج، يعني التعلم المتسارع. شنو التعلم المتسارع؟ يتميز عن التعلم العادي معين حجم الشخص. التعلم المتسارع اني من الليله ابتدي اقرا، من الليله ابتدي اشوف انا فعلا يمكن الاحمر حتى انا اسوي هالاكسرسايز. اوكي من اصدقائي اللي هم قريبين مني يعرفون ان انا سعاده اكثر من هم يشوفون اكثر من انا اشوفه. لان كل ما تعلم هالاكسرسايز راح نقدر نضبط امورنا في شنو؟ في المراحل الجايه، راح تبتدي المسارات تكون اوضح، مراتي اوضح، معناتها قراراتها راح تكون اوضح. اوكي؟ طيب اذا ما عندكم شيء تستمروا حق الصلاه او تكملون اللي يعني خلاص جاهز نكون نكمل لين ما نصلي ونرجع لكم. شكرا. ما عليه انا قصدي انا. اي انتي كوفي استعصاب الاول. لازم في شيء قد يكون عندي ايضا الامان الوظيفي اللي انا بديت اشوفه. هل الامان الوظيفي اني استمر في وظيفه واحده اليوم؟ في هاي الحاله ليس صحيح. الرد المال الحاله كل شيء قاعد يتغير. وعلى فكره هو عالم يساعدك انك تدرس عكس اللي تدرسه في الحياه، مدرسه الحياه كان ما تبني بالتفكير التخصصي. بس مو تغيرت مدرسه يعني الحكومات، المدارس، الجامعات حتى ما قادر تواكب هاي الساعه. تبني ما يسمى disruptive learning، يعني التعلم اللا منهج الفوضوي اللي هو يؤدي الى ما يسمى التفكير الموضوعي اللي كانت يوم من اللقمه يوم من الايام قصد هاي اللقمه معروفه فيه. احنا نسينا فرحان بس هو فقه ولا فلسفه وقران وقانون وقهوه لا، وكل العلماء اللي قاعد نسمع عنهم في التاريخ المسلمين في العصور اللي هم يروا فيها على فكره حتى ما صرفوا حصى ذهبي. لا تصرف عليكم اللي يقول لك في حصى ذهبي للمسلمين. المسلمين كلها كذا صراعات. هم طلعوا بالعكس هاي العلماء طلعوا في عصور شنو؟ كلها كذا صراعات. اوكي؟ ما صار عندنا استقرار في الامه الا البدايه للخلافه. الباقي كلها صراعات صراعات صراعات. هاي الامه كلها فيها صراعات. لكن كانوا من الناس. فهو بيجي عندك انت لو انا اليوم في عصر مشجع. ما بيطلع لا بالعكس. لكن الشيء الفرق بينك وبينهم ان انت هذول كانوا عندهم ينظرون الى الاشياء. ليش انا اقول التخصصات المتعدده؟ انا ما بشتغل في طبيب وفلسفه وهاي ما بقدر اليوم. لا هو كان سهل لان الظروف كانت قليله صح؟ اليوم ما بدرس انت. بس شنو لازم ادرسه؟ اني اقدر اشوف الامور من عده زوايا. انا ليش اقول لكم لازم يكون عندكم تفكير موسوعي؟ مو من عشان عندكم عده تخصصات. محتاج التخصص اليوم لا شك. لكن لازم يصير عندك قدره انك تشوف فروم ديفرنت برسبكتيف. اوكي؟ سبب اني انا ادخل اي مشكله وادخل واحل كثير منها مو لاني انا ذكي ولا لاني انا فاهم، بالعكس شقاقي اني انا فاهم. لكن شنو عندي قدرتي؟ اني اقدر اشوف المتسرع. هذه المرونه يعني التفكير هي اللي تخليني شنو؟ اقدر اشوف مساراتي بطريقه اوضح. اوكي؟ مو بس حق المشاكل، حق نفسي اول شيء. بالتالي هذه نقطة مهمة عشان نقدر نقلل نسبة البطالة والعقارة، لأن احنا دائما كنت أقول حتى عند وزارة العمل أي وزارات أشتغلت اليوم في الحكومة، إن ترى الحكومة تعرف الحكومة الشريف
البطاله التي كانت تكون لا الحكومات لن يعود الى 5% وما زلت اي طريقه المهم ما زلت لكن الان هو الحكومه خمسه مليون اوكي والاهم هو العقار العقار انسان لا يعرف وظيفه ما يشتغل او الانسان هو شنو هو ما قاعد يبيع الشغل او مره في البيت قاعد تنتج ولكن يسمونها اقتصاد غير مدفوع الاجر. فبالتالي مهم جدا اني انا افهم هاي فهي خطوات بسيطه تتعامل مع الحياه كمشاريع صغيره وبالتالي اما لتطوير او لحل مشكله. انا اشوف خطوات بسيطه للبصر. فهذا البرنامج ليس دوره او ورشه تدريبيه ولكن برنامج سيبني لديك عقليه وفكر الباحث عن معنى لحياتك. انت الباحث عندك منتج وعندي انا معاك هني وعندها احنا حتى نتوقع لان في الحقيقه عندنا تتبعون شنو؟ عقليه الباحث عن الحقيقه. مشكلتنا في هاي اليوم بالذات ان احنا نفتكر ان كل شيء عن الحقيقه وهي ليست صحيحه. الله سبحانه وتعالى يومنا اكتشف حقائق كثيره على هذه الكلمه. اوكي؟ ومساء الخير ما كنت اقول حق هذا ما في حتى الجنه لان ما حد يدخل الجنه ولا هو بس عمل. الجنه ما حد يدخلها الا بعد خمس فلازم تؤمن لازم عندك اشياء ثانيه غير الشعائر اللي تسويها. تقدمها حق الله سبحانه وتعالى بينك وبين الله. اوكي؟ شنو انت قاعد تقدم حق العالم دي عشان يحتاقك العالم عشان رب العالمين ان شاء الله يشملك رحمه. فبالتالي من خلال التطبيق من خلال الممارسه، شو ما قلنا فكر الباحث؟ ما يصير تقولين انا باحث في المانيا وانت ما تطبقين. مو انت لما تسوي سيرفي تنزل علينا كوشنير صح؟ اذا انت لازم تطبق وهذا اللي يهمني ندخل معاكم شلون حياتكم بالتالي راح يساعدكم وايد ان انتم فعلا تكونوا خبراء حق اصلاح نفسكم قبل اصلاح المجتمع لان ان الله لا يغير ما تقوم حتى يغير ما تقوم. فكروا عن حقيقه منكم شهادات بعض من الشهادات عندي اكثر من 40 شهاده بس حتى لو شهادات ترخيصيه اللي انا اعرفها مو كل الشهادات. شنو يعني ان انا باخذ بكالوريوس مجاني؟ صارت في البدايه في ايامي وايد كنت انا اول مهندس ترى هندسه طبيه في العالم العربي. قالوا قبل يشتغلون هناك خدمات طبيه في الاجهزه الطبيه وهم مهندسين كهرباء ولا شيء. انا اول واحد هندسه طبيه انا متفلسف نعتبر نفسي ان انا واو اوكي؟ اعرف انا اول عشان الله سبحانه وتعالى يعتبر نفسي شو اسوي يا الله؟ فعلا خلينا شنو؟ سوي اهل ولد يعني نوع من الادلال فيا اني رئيسي في الشغل اللي كان مفهوم انا ليش هاي اقول لك واو من صف خير من قبل كنت اترك صلاح لا اجلس ولا انا فانتم ترى لاحظوا ان ترى هذا طبعا ذاك الوقت احنا كنا نعيش في عصر قبل عصرنا كان يسمونه عصر المعرفه اللي هو جزء من الاقتصاد العربي انت ما تعرف اليوم احنا في عصر يسمونه عصر الابداع انا ما باخذ ريكروتمنت عندي ولا باخذ ريكروتمنت عندي الا لما تكون انت شنو؟ انت تقدر على حل المشكلات مو انت تقدر على المعرفه. ما احتاج معرفه ترى اليوم موجوده. انت هاو ماتش يو ار بروبلم سولفر؟ هاو ماتش يو كان ديل وذ بروبلمز تتعاملين مع المشاكل؟ هاي المشكله اليوم مطلوبه لان احنا في اقتصاد قبل اقتصاد الان اقتصاد سمى اقتصاد يبدا هو الاقتصاد وهو العالم قاعد يتحرك عليه. فبالتالي اليوم الورقات هذه دبل ميجر انت عندك ماجستير اثنين ولا اخذت اول دكتوراه في الاقتصاد المعرفه ولا انت في الاخير ترى كل الشهاده هي مفتاح من مفاتيح تو التجوري صح مو اللي مثل مفتاح واحد صح تو التجوري في الاول لازم مفتاحين صح فالشهاده واحده من المفاتيح صار 20 مفتاح واحده من المفاتيح وانا اقول لكم ريكروتر الصح واسوي وين تو وين حق يعني جهات كبرى كيف يسوون ريكروتمنت دائما اقول لهم وايد ركزون على اي شهاده والدليل انا عملت بشركه هي واحده من الشركات يعني هي كروس اوفر 100 في كرمان اكبر شركات تصنع الحديد والصم بيبات الحديد الصم كان افضل واحد عندهم اوكي في المحاسبه هو افشل واحد في اداره فريق ليش؟ لأنه درس محاسبة، جامعة الدكتوراه معادن، لكن في الحقيقة
هو لا يحب المحاسبة ويحب يتعامل مع الأشخاص. خلينا هاي الكلمة فواتير نتعامل مع الناس. بالتالي لحظة وايد مهم نحن نفكر بطريقة مختلفة. علمونا أن الحياة بتكون كذي، إن أنت لازم تشتغل وبعدين تتزوج وبعدين بتحصل راتب وبعدين بتحصل حبيبتك والحبيبك وبعدين تأتيون عيال وبعدين بتكبرون بالعمر وبتتقاعدون. أنت تختار مسارك لأن مسارك تختلف، فترتيبك راح يكون شنو؟ أولوياتك شنو؟ طيب فاحنا نتعلمون عنهم. شوفوا هاي الانواع، هاي الانواع ال 12 يفترض يكون واحد منهم، اذا في واحد غير الانواع ال 12 يكون اللي جات علي. انا اتوقع ان هاي الورشه بما فيها انا معاكم يا اما خريج في تخصص ما يحبه ولكن لا يوجد عمل، يا اما هو في وظيفه لا تناسبه وغير مرتاح منها، يا اما هو ما يشتغل ولا عنده فلوس ولا يدري ايش يسوي، اوكي؟ او هو على وشك التخرج، أو هو خريج يبحث عن عمل، أو هو شاب وشابة بدأ يتعلم على الكسل، كل يوم يطالع نتفليكس، يطالع كل الأفلام، حصل أفلام هندية، أوكي؟ طول اليوم، تسابق على هالشيء. أو شاب يتردد على مراكز التوظيف، وهذا له خطير، وايد خطير، لأن صارت الموارد الخارجية عنده أقوى من شنو؟ موارد داخلية. وبالتالي أو يخشى انه يتم التخلص منه بسبب ضيق الموازنات، تتعرفون عليهم تفنيشات وايد اكو مكتوبه خط بين خط طبعا ناس. اوكي؟ جامعتنا خلاص خلصت جامعه البحرين ما في كل الدكاتره. او تركت عملك وتبحث عن عمل اخر، او سلمت الانتظار قعدت انطر متى اتصل فيني الوزاره الفلانيه؟ متى اتصل فيني الشركه الفلانيه؟ اوكي؟ او محبط من الفرص المتوفره، تحس ان الفرص المتوفره هذا ما تناسب، يعني تحتاج الى فرصة ثانية، تضطر هذا الجيل يخلص عليك عمره وانت ما تلبس. أو أنت تقنص يعني فرصة ريالية، واحنا نقول لكم هدف من أهدافنا أن نوصل معاكم إلى المشاريع، ما لازم تكون مشروع ريالي فلوس. ممكن تكون مشروع ريالي اجتماعي. كم يسوى الإنسان يا جماعة كان يشتغل حتى في العمل؟ وما نعمل مشكلة هذه أن كل يفكروا بالعمل الاجتماعي أنه ما في فلوس، لا في فلوس. وبالعكس يمكن يكون هو شغال أفضل من الأيام. بس لازم تعرف شنو قاعد تشتغل فيه عشان تطلع تقدر تطلع شنو النتيجه الصح. فهي مسابقه مهمه جدا لهاي الوطن والعالم لك، لان كل يوم قاعد تكبر الفجوه. كل يوم تكبر الفجوه، الفجوه هذه قاعد تكبر حياتك. اوكي؟ الفجوه هذه قاعد تكبر بسببين، ان الجامعات قاعد تطلع تطلع خريجين غير جاهزين حق سوق العمل، وسوق العمل ما قاعد يضطر الجامعات ان تطلع له خريجين جاهزين له. ليش؟ سوق العمل شو قاعد يشتغل فيه؟ فتحتوى متقلب، كل يوم يتقلب. اوكي؟ يوم عندي ازمه اقتصاديه، يوم عندي ازمه سياسيه، يوم عندي ازمه اجتماعيه، يوم عندي ازمه سكنيه. فما راح يوقف هذه، بالتالي لازم انتبه ان انا اليوم عمري ما راح اكون جاهز لسوق العمل. وانتوا لستوا جاهزين لسوق العمل يا جماعه علم الاجتماع، انتوا مو جاهزين حق سوق العمل. اوكي؟ حلو اللي مشاكل، ياسر بديكم انا عندك مشاكل، معي في الهند والارض، والحين راح تنزل الكرام، حلو مشاكل، مو جاهز ما تعرف تعرف عن المشاكل. علموكم عن المشاكل، علموكم عن الفقر، وصفوا لكم الفقر صح؟ بطلات تفرق تفرق ورا ورا زين؟ وصفوا لكم شنو انواع الفقر؟ لكن ما تعرف تتعامل شو اليابانيين عندهم شعار لهني ايش يقول؟ اذا كنت لا تعلم انك لن تغير شيء. اوكي؟ واذا كنت تعلم تعلم. ها؟ لا تغير شيء، ليش؟ يا ما لا صار بس ولا اخر. لان انا بوقعك. يعني if you don't مش مهندسة you are not going to change it. You only change it by doing. تغيير من خلال شنو؟ العمل والتطبيق. بالتالي مهم جدا اليوم اني انا اقلل الفجوه، واعرف ان اليوم مطلوبين ناس فضوليين. لو انا حصل يقولوا لي والله سوي شركه ورأسها العمل. شو بتوقع لو انا مثلا بعد الحين تمكين؟ اعطوني تمكين.
بطلت قالوا غيرت فاتر ما تنتين ولا غيره شنو هذا مطلوب إنسان فضولي كل ما زادت فضوليتك مثل فضوليتي مو بالأشخاص إلا شنو أشياء مو بالأفكار بالتفكير كل ما زاد الإنسان فضولي بيستكشف معناته عنده قدرة على أنه يبحث ويستكشف والقدرة على الاستكشاف هي اللي تميز الناس اليوم وبالتالي في التخصصات فعلا لازم نكون احنا متعددين شنو النبرات لاحظوا ترى يا جماعه من كذي عندنا اليوم 40% من الطلبه الخريجين بدول الخليج والاغلبيه شنو؟ كل الاغلبيه اناث ينتظرون ولا يحصلون على وظيفه بعد ثلاث سنين. تعرفون ايش يصير فيهم؟ دراسات الحين قاعد نقول الحين تو عندي ورقه بعدين ما تكون حياتهم الانتاجيه في الوظيفه مثل الناس اللي اشتغلوا او قبل لا يخلصون. واللي اشتغلوا اول ما خلصوا الورقه. اوكي يعني يوم تخرجوا كانوا نقطه الورقه كانوا ما شاف كانوا يشتغلون ما يبي اوكي وانا اشجع وان شاء الله الواحد يبتدي يشتغل من عمر ابتدائي بس شنو؟ محمد بن شخص انا عندنا الورقه انهم شنو يشتكون لي؟ يشتكون لي منه انهم يشتغلون بالاطفال. زين شنو من الاخر اللي جاي شغلهم؟ انا مو ضد عماله الاطفال. أنا ضد إن الطفل شغلة غصباً عنه. إذا هو عنده خيار إنه يشتغل بس يدرس طبعاً. عنده خيار إنه يشتغل مع طفل الدكتور يشتغل مع أبوه في الشغل والعقل. بالعكس هذا أفضل. وهذا اللي الناس يشوفون الناجحين. يغيرون العالم قالوا يغيرون من هذه من هاي البيوت الفقيرة. فبالتالي ما بجد إن إحنا نتلوى شيء. عمرك لا تنتظرين شيء ولا دقيقة. ليش ما تضمنين هاي الدقيقة؟ كيف تعيشينها ولا لا؟ لحظة أنت تفكر فيها والله يا جماعة تفهم فيني يقول لي اطلب بس الشهر هذا ترى الرتبة الجاية أنت لقيتك أوكي 17 مليون ولا أوكي أقول له ما يكفي لأن اللي اكتشف نفسه باللحظة ذي ما يغير توقع له بعدين يغير ما في سلك مسلك الخوف والمكان خلاص تستانس على المكان قلت ليش أغير أوكي أخذ القرار بجرأة عالية لما تعرف مسارك 60% من الطلبة خارج الدول العربية ينتظرون ولا يحصلوا على وظيفة بأساسها. احنا ترى مشكلة عالية. مشكلة عالية في العالم الدول الثانية بشكل كبير وايد وحتى في الدول على فكرة حتى الآن الفقر في الدول الغنية هو الفقر بين الفئة اللي ما قاعد تشتغل ولا قاعد تشتغل في حقل التعليم. واحد من كل اثنين خارجين في العالم لا يؤمن دراستهم أهلتهم فعلا يحصلون على وظيفة. كل دراسات الامم المتحده طلعتها. اذا انا اليوم عندي ابعاد مؤثره اوكي لها اثر على حياتي وهي شنو؟ اساسيه. الطائفه، الجنس، العرق، القدرات البدنيه، العمر، هاي كلها شنو عباره عن؟ هاي مو في يدي، هاي صارت انا خلقت فيها. اوكي؟ عندي ابعاد اخرى ايضا اللي هي شنو؟ ثانويه، قناعاتي، خبراتي، طبيعة المنطقة اللي اشتغل فيها، طبيعة الدخل، هذه شنو؟ هذه خيارات وخيارات واسعة. فما خلي انا هذه يأثر علي، هذه يأثر على اوكي؟ انتبهوا؟ لأن هذا ممكن يسيطر على وإذا لاحظت أقول لكم على شغلة عن الهنود. تعرفوا الهنود عندهم في بعض الطوائف يعني في الهندوس عندهم أكثر من 300 نوع من الطبقات. في طبقات الحين الحكومة تحميها. طبقات المهندسة الأقل تحميها الحكومة. هاي الطبقة اللي تحميها الحكومة اليوم هم الطبقة الأشقى في أمريكا. يعني اليوم يقودون شركات جوجل. أوكي؟ شفتوهم شفتوهم لو على بس سي أو مال جوجل ولا سي أو مال مايكروسوفت ولا سي أو مال فيسبوك. أوكي؟ هذا جاي من وين؟ من الإسلامس يعني من العشوائيات. صبروا من العشوائيات اللي الطبقة اللي يشتغلون بالوسخ. هذه الطبقه اللي يعتبرونها مدوره بشكل مفهوم حتى ما قدروا يشتغلوا. هاي الطبقه الحين ما يعتبرونها الناس ليش؟ لان بدا يتخلف على شنو؟ المعوقات اللي في بلده، في بلده مو قادر يخلي نفسه مدير. بدا يروح وين؟ امريكا صاروا الى الشركات لذلك اليوم فعلا في صراع داخلي في الهند على موضوع الطبقات وغيره. فاحنا يا جماعه ترى ما قاعدين نشتغل في اقتصاد راسمالي. صدق احنا في دول راسماليه تدفع الاقتصاد الراسمالي بس اليوم ما صار يهمني نشر طاقتك الانتاجيه كم ساعه تشتغلين وتشتغلين بتركيز يعني احنا ما
نحن نقوم بناس ثلاث شهور دقائق مثل ما تعرف نسبة الأخطاء تزيد مثل ما يعرفها دكتور إبراهيم مثل ما زادت ساعات العمل مثل ما زادت الأخطاء خاصة عندهم ساعات مثلا سبع ساعات تزيد الأخطاء تزيد خاصة عند الأطباء مثلا عند الممرضات فاقتصاد المعرفة أيضا أنا ما أشتغل فيه أنا ما يهمني اليوم شنو معرفتكم يا أحمر مرعي لا تفكر تجلس وهذا ليس حيوان ولا شيء ما صار يهمني فقط الا شنو؟ الا الحلول اللي تخدمينها حق العالم. وانا قاعد اقول لكم قاعد اتكلم معاكم على هالمستوى. هدف هالورشه بيستمر معانا وتطبيق الورش شنو الالهام اللي انا ممكن اقدمه حق العالم؟ شو الاثر اللي ممكن اتركه بحياتي؟ لعبت طبعا مع حسن انا. اوكي؟ لان كلنا ماشيين في الدنيا. وانا عارف انه صعب عليكم وانا بديت اشوفه قبل واشوفه قدامي. مريم ليش ما تشوفه؟ بس انا امليكم تشوفونه وما بشوفه من خلال القبر الصحابه شو يسوون؟ وكانوا يدرسون نفسهم في القبر، الا بشوف خلال التطبيق بشوف خلال التطبيق كل ما جرب كل ما افهم شنو افهم انه انا ما ترك الدنيا شو الاثر اللي بتركه. فبالتالي هذين النقطتين اللي ربي يركز وياكم عليهم عشان نقدر نصنع ايش؟ ان شاء الله اتفاق. الدكتوره قالت لي هني وتوقف حسب ال من وين هي الدكتوره الدنيا؟ فنستمر معاكم التمرين الاول خلصونا ثم ندخل معاكم على التمرين الثاني قبل ما نختم. الحين الساعه كم؟ 7:30 نعطيكم يعني ان شاء الله 10 دقائق ثم بناقش معاكم التمرين الثاني قبل ما نختم. يتاكد كل رئيس فريق ان ربعه يسوي ياخذ وجه حضور اوكي اساسا ايش؟ يتواصلون مع بعض في الوقت. دائما هذه الشيء. بدأنا نصور حق المطبخ وهي كاميرا. ها مريم؟ ما لازم اليوم بس على الاقل انهم يتكون. ما خلص منكم هذه يمكن يحتاج بعد يعني يقدرون تاخذون معاكم اوفر ذا ويكند. بس من خلال الجروب من خلال الجروب. اي. تساعدون يعني. اي شيء ما عرفتوه راح تقول لكم موجودين في الجروب العام معنا صح؟
وانتم كمجموعات مصغره بعد تسوي لكم جروبات يعني ولاء وعيالها نوره وعيالها ايمان بناتها علي وعيالها بابا علي زين مريم وعيالها تسوي لكم جروب زين ماما مريم بتتابعكم بعدين زين الحين التمرين الثاني ايمان شحي ليا اللي توزع عليكم بس عشان تفكرون فيه حق المرة الجاية تقدرون من الشاشة إذا التمرين الأول كان على أساس القيم اللي عندنا والقدرات الحين نتكلم عن هاي التمرين على أساس المواهب اللي عندنا جماعة الحسنة فيها متميزين فيها على المواهب اللي تساعدنا نحدد مسارنا بشكل واضح بالإضافة إلى الموارد موارد اللي انت ما قاعد تسوي موارد معروفة عندنا موارد مادية موارد معنوية خاصة فينا قلت لازم نتأكد من هاي الأربع أشياء موجودة في التمرين لازم نحددها لأن يكون متميزين فيها وعندنا إياها بشكل تام الشيء الثالث من القدرات والشغف الشغف يتمثل مثل ما قاعد تسوي من خلال الإصرار والثبات شنو هم الأشياء اللي عندكم اللي بيحبوا فيكم عندكم الشغف كامل الشغف مستمر معاكم في السي في يتجدد معكم مع الفترات في محددين لكم اكتشف مهاراتك الفريدة او مساراتك الفريدة من خلال تفكير مواهبك هذا شيء كل موهبة اللي تواجه فيكم يتميز فيها موهبة مو بس الاثر لكم في حقوقكم اثر بشكل عام على الجميع اضاف ذلك على اساس بعد المواهب والقدرات والشغف اوكي وحاطين امثلة ممكن تروحين لهم مريم توصلين شوف التمرين يلا تشوف مساراتك ما اقرا الاوريدي اللي عندك يعني هني انا في المسارات عشان اعرف مساراتي لازم يكون عندي لسته اشياء اكون عارفه مثلا حطيت البوكس الفوقي لسته بالمواهب الموهبه قلنا كل شيء ممكن انا قيام فيه تذكرون ساعه تكلمنا عن بعض المواهب يعني ساعات الناس تكون فيها مواهب ربانيه ان الواحد يقدر يتكلم يكون طلق اللسان يكون عند القرامة بدون تدريب يعني ما تعرفت عليه فهي موهبة انت من يعني من البداية هي فيك انت اصلا انت فيك وفي اللي نسميه اذا انت عندك فيه اشياء موارد خاصة فيك موارد مو موجودة عندك في موارد داخلية وموارد خارجية يعني اليوم حتى يوم قالت لي ان عندها موهبة ان هي تتعامل مع الاطفال بس هي كان عندها موارد كان عندها عيال اختها كان عاد تدرب عليهم بما فيها ما في احد يتدرب عليها فذيك الموارد خلاها تكتشف فيها موهبتها للتعامل مع الاطفال انا لاني كنت في ديره خضراء فعرفت ان عندي موهبه الزراعه وذي يعني كان عندي الموارد اللي هي موجوده سواء موارد داخليه او موارد خارجيه موارد ساعات انا ما اعرف قيمتها المضافه يعني انا ما قاعد اقول لاني انا ديره كل مكان فيها انترنت مو بحسب ان دي مورد ما اخذ الاشياء ساعات فور جرانتد لكن انا لما احسب المعرفه اني انا حتى الموجوده فيها هاي بعض الموارد اللي ممكن احسبها عندنا القدرات يا مريم شوفينا تعالي واتساب والف قصص اوكي
فاللي اقول القصه اقدر اصير ايموشنال ومكان السياحه صيح ومكان الضحك اضحك فهي مع القدرات موجوده عندي. والله ترى موافقين عندك هالقدره. شنو؟ عندك هالقدره هذه. لا انا اعرف ناس غير عندي زين هم عارفين مين زين. المسارات المسارات هذه تكتشف مسارات فريدة من خلال تحديد مشارك مثل دعاية حب اليابان فدراسة رياضة أطفال مثل خديجة حب الكتابة في مجال الكتابة فالواحد عنده شيء يختلف عنه يعني علي مثلا عنده يحب يساعد الناس فهذه من المشاعر فهو يجد نفسه لما هو يساعد الآخرين مريم تجد مشاعرها لما تقود القرية وتوصلهم حق مكان ما صح انا الشيء المهم ان هاي الاشياء ما نفكر فيها سولو او سكتر مقبر متفرقه في داخل الخيوط يعني انا في علاقه بين موهبتي وقدراتي وبين قدراتي وبين مشاعري الشيء اللي عندي في موهبه وايد حلو ان يكون هو فيه شغف ويبني عندي قدرات اقوى في ذي المجال لاني انا عندي مثلا الساعة تكلمنا عن ملكة الكتابة وانا وايد اكتب قصص وعندي هاي ذي فهي خلى عندي حتى الطباعة تكون عندي وايد سريعة لان عشان ذي انا محتاج الشيء الثاني وعشان كذي انا مشاعري وخيالي وايد يكون واسع ففي خيوط تربط الاشياء ويا بعض خلي انا اربط موهبتي تخصصي مشاعري قدراتي هني بكون انا العملة الاقوى لكن اقول لا انا صدق احب الرسم لكن دي رسم ما له علاقه بشيء ما وخلي بروحه ودي ما له علاقه بشيء ثاني وخلي بروحه هني هي تكون الخيوط المفقوده كل ما بدينا نفكر فيها في حياتنا بنقدر نقوي هاي الشيء اللي عندنا في شيء بتزيد دكتور؟ اوكي اليوم تقييمكم حق اليوم شلون؟ شنو؟ لازم نقول نتين. لا يعني هل اليوم مثل ما توقعتوا او اقل او اكثر في هذا المشي هو الفيس في الانستغرام؟ هاي شيء نعم؟ يعني طلع اكثر مما توقعت. اكثر مما توقعت. كم واحد كان اقل مما توقعت؟ مو مقياس. اوكي، كم واحد مثل ما توقع؟ اوكي نارايان اوكي كم واحد كان اكثر ما توقع اوكي انزين فيعني انا ممكن اقدر اقول ان اليوم مرضي على الاقل ان شاء الله طبعا احنا اليوم الاول مثل اليوم الاول يكون لي احد في وايد امور وانا اتمنى الناس اللي يعني ربعهم شجعوهم يجون ما يتحسفون يكونوا متشجعين مثل ما انتم شنو ولا كل من يستحقين ليتينا سارتها وش مريم انزين انزين لو مريم قدرت تقنع التيم كامل ثلاث ورش بعدين نجلس نصفق مريم انزين فان شاء الله بنشوفكم يوم الاحد ان شاء الله الساعه 4 تبتدي شهر مثل اليوم بنحاول نتجمع ربع ساعه قبل بس ليلة أحد عندهم التمرينين ليلة نشتغلون مع بعض ونروح اوكي فهاي التمارين تاخذونهم اوفر ذا ويكند تفكرون فيها عندكم جروب تتناقشون بالاشياء ووايد اشياء كنتم ما كنتم متوقعين ان هي مصدر ثروه مثل فهي مصدر ثروه وغير الكام مثل عيال اختك هاي خلصت الدارجين على الموضوع وان شاء الله نشوفكم يوم الاحد على خير ونكون ويا بعض يوم الاحد 4 وان شاء الله الامور تكون اوضح اي شيء في بالكم لكم خاطر تسالونا المنتور مالكم قائدكم في المجموعه المصغره ما جاوبكم يقولون لكم كون المجموعه العامه اللي احنا عندها ومشكورين جميعا طبعا نحطيها عندك يعني نحط شنطه على اساس عندي
رصيد وين؟ شنو؟ رصيد مال وين؟ كان حاضر على كل ما ها؟ لا لا روح لبروحه لا لا بروحه قاعد يلعب بروحه اسمع في 100 مرة تفش خلي جروب احسن عشان ده جروب احسن انت بس كل جروب يلا يلا وين الرصيد ما حد عنده رصيد ايه هذه زين يلا سماعة العادية فيها خيط عن مو الثانية ذيك لا 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 سماعة يلا ما في سماعة هل يطلع قبر ولا تبي تطلعون بعدين تعرفين ايش كذا؟ انا بعدين شرية شرية مريم يلا 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 عندي دقيقتين عشان بس نبي نبتدي تعال شارجة ما حطي عطيني 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 حطي الشارجة شارجة بحطة تعالي عطيني
دنيا هذه ليش قلت لنا احتاج الى جورج اوكي من الفريق الفايز بعد الاستراحة نجهز المسابقة. اوكي. الحين مين الفريق الفايز؟ كم انت وكم نقطة؟ خمس. عشرة. صفقوا حق هالفريق. عشرة. عندهم كل شيء ما عدا المعقم. لا والله شفناه. بس المعقم اللي ما عندهم. طلعوا. انزين ايش في نقطه انزين اللي عنده اعتراض قدمت الرواد